لا قوي. احنا بدأنا ان شاء الله من الاسبوع الجاي هيبقى معانا الحاجات، هنكمل الاسبوع الجاي الويلدنج، بعد كده ان شاء الله هنكمل الماشيننج، هيبقى معانا برضو دكتور منصور وكده، وان شاء الله اخش لكم انا برضو تاني في الايه في النص وكده، وفي دكتور بهية يدخل يعني، في يعني رجال تتابعوا، بلاش تستهتروا ان احنا في رمضان ونايمين والكلام ده مش حلو، بس اي حد فاتح دلوقتي ممكن اكلمه على فكرة، كيف ما تجيبوش حد نايم عشان ايه يقعد معانا يعني. طيب اوكي، احنا بداية النهاردة ان شاء الله هنستارت في عمليات الايه الماشينينج. فبيفور وي ستارت الماشينينج بروسيس، نتكلم نعمل سامري كده للمانيفاكتشرينج بروسيس. فالمانيفاكتشرينج بروسيس ليها كاتيجوريز مختلفة، احنا بنحاول ان احنا البروبر البروسيس اللي احنا اوريدي تيكت بيفور ان احنا نحطها في الرايت ايه كلاسيفيكيشن بتاعها. فاحنا عندنا حاجه اسمها سبتراكتيف بروسيس، وده اللي هو زي الحاجات اللي احنا وي ويل تيك يعني اللي احنا هنبتدي فيها او اللي احنا اوريدي ابتديت فيها في الورك شوب، اللي هي زي عمليات الماشين. فاحنا نتيك منها التيرنينج الميلينج الجرايندينج الشيبينج الحاجات دي كلها. دي بيبقى ايه المقصود بكلمه سبتراكتيف؟ انا بريموف بتيك بريموف او بزيل او بنقص لاير من الماتيريال، صح؟ بشيل من الماتيريال طبقات عشان اوصل للشكل اللي انا عايزاه، خلاص؟ طيب النسبة عندي للاديتيف بروسيسنج اللي هو زي ايه، اقرب حاجة شفتوها معانا اللي هو زي تو بارتس عندي، وبعمل بالفيجن ويلدنج فيلر بفيلر رود بيفل الايه السبيس اللي ما بين الاثنين، بدي لايرز فوق بعضيها كده لغاية لما جيت الايه السكنس اللي انا عايزاه لتو بارتس فيلد ويز ايه ويز الماتيريال اللي هي زي. فده بيكون عندي اللي هو مثال للفيجن. والاديتيف بروسيسنج ده اللي هو الناس اللي بتعرف 3 دي برانتنج سواء بوليمر او سواء اللي هو بتاع الميتال او رابيد بروتايبنج، كل ده بيتعمل عندي بالايه ده كونسيدر از اديتيف لان انا باد لاير باي لاير. الكونتينوس بروسيس، وده اللي احنا تقريبا اوريدي عرفناه، ولما كنت بتكلم عليه في حتى في البروسيس وكده زي الرولينج زي الاكستروجن كنت بقول لك ده كونتينوس، مينز كونتينوس ان هو الشيب هيفضل ذا سيم unless ان انا ايه تشينج الفرونت داي اللي هي في الاكزيت بتاع البارل شيب بالنسبه للبوليمر، او اللي هي في الاكزيت بتاع الكونتينر بالنسبه للاكستروجن بتاع الميتال، او الحاجات التانية زي يبقى كل دول بيفضل الزاد الاكستروجن بتاع الميتال وبتاع البوليمر ده كونسيدر كونتينوس بروسس. طيب النت شيب، اوكي النت شيب ده بيبقى ايه؟ النت شيب ده بيبقى حاجه انا عملت شكل معين انا اي نيد ات، زي مثلا نقول عندنا كاستنج، كاستنج انا بريبير وات ايفر بقى ساند مولد انفستمنت مولد تاي كاست، اوكي بجهز المولد بتاعي وبفقل بالميتال المالتي ميتال ويديني الشيب اللي انا عايزاه. طب هو بس كان الميتال؟ لا طبعا. عندنا البوليمر الانجكشن البلو مولدنج كل ده كونسيدر ايه نت شيب. طيب الحاجه الثانيه بقى عندنا خدناها برضو الكلوز داي فورجن، انا بحط ميتال في السوليد ستيت وابتدي اعمل عليه هامرنج اوصل للشكل اللي انا عايزاه الستامبنج يمكن ما تعرفوش. فنبص نلاقي ان احنا البروسيسز اللي احنا خدناها دي كلها كان بي في ايه كان بي ديفايدد على ديفرنت كاتيجوريز، يعني ممكن تبقى كونتينوس ممكن تبقى نت شيب. انا اسف الرولينج مش كونتينوس ولا حاجه، انا لخبطت معاك، انا بالنسبه لي بعتبره بس ايه مرحله اللي هو خرج من بعد الرول هو ليه شكل معين ممكن يخش على مرحله ثانيه يختلف شكله. فبقول عندي بالنسبه لعمليات الايه العمليات دي كلها المانيفاكتشرنج بروسيس دي، انا بتيكر الماتيريال بتاعتي اوكي او الورك بيس وبتشينج الشيب بتاعها، اما ان انا بيوز ماشينز اوكي او ان انا بيوز ايه هيومن باور، يعني بجيب شخص عادي تكنيشن يبتدي يعمل الكلام ده مانيوال. طيب فعشان كده قلنا لو انا بعمل الكلام ده بكوانتيتيز كبيره سو اي نيد ان انا لازم يبقى الكلام ده باي ماشين، عشان اولا يبقى الريت بتاع البرودكشن بتاعي سريع عشان اضمن السيميلاريتي وهكذا. ولكن مؤصلي في حاجات اقدر اعملها مانيوال، وده اللي قلناه من بدايه ما اتكلمنا حتى في بتاع ده الورك شوب بتاعت الكاربنتري، حتى احنا دلوقتي بنتكلم على الميتال انا فاهم، بس فيرست ليكشر قلنا ان انا عندي في دايما في اي بروسيس في عندي هاند تولز وفي عندي الماشينز. فاحنا اوريدي النهارده هنتكلم في قبل ما نتكلم عن الماشينز، طبعا ان شاء الله في الليكشر في اخرها هبتدي جزء منها اتكلم على عمليات التيرنينج وكده. فبقول عندي في بارت منها ان انا اوكي ان نيد ان انا يبقى عندي تولز عشان ابتدي اعمل حاجات معينه، اعمل حاجات بسيطه، اعمل حاجات في برودكتس مثلا عندي كبيره ما اقدرش ان انا اخدها واديها على ماشين وهكذا. فبقول دايما الهاند بروسس على فكره بالنسبه لك هي دي اللي انت بتتعامل معاها اكتر، اوكي لانك انت ما عندكش في البيت مثلا مصنع قاعد شغال فيه، اوكي انا ممكن بعد كده اشتغل في فاكتوري اشتغل في حته فيها الحاجات دي ولكن وابقى عارف، ولكن اي نيد ان انا نو الحاجات اللي هي كان بي سبستيتيود للايه للماشينز دي ايه اللي ممكن اعمله عندي واقدر اعمله بسيط. اوكي فنيجي النهارده هنتكلم على الهاند بروسيس. الهاند بروسيس هي ادوات بستخدمها الفورس او البريشر او يعني الباور كلها بتيجي من مين؟ بتيجي من شخص قوه بشريه، تمام؟
فبقول عندي الهاند تولز عندنا بتبقى بستخدمها عشان انا في عندي بارتس مثلا ممكن في سمول اريا في ورك بيس معينه اي نيد تو ريموف البارت ده، عندي بارت كبير اوكي البارت ده لارج قوي وصعب ان انا اتيكت على ماشين عشان اعمله مثلا ريموف الرفنس اللي فيه، او ان انا عايزه مثلا اعمل فيه ثريد، او عايزه اعمل بتاع ده اقطع حته صغيره منه مثلا وهكذا. كل الحاجات دي بالنسبه لي او اعمل فايلنج انا اعمل جزء معين، فكل ده بالنسبه لي كان بي ديفيكلت. فالديفيكالتي بتاعت البارت ممكن تبقى هي السبب ان انا بعمل استخدم الهاند بروسيس، وممكن هو حاجه فيري سيمبل حاجه عندك بتعملها في بروجكت مثلا ولقيتها شارب فجبت الفايل وبتنعمها، او محتاج انك تعمل فيها ثريد اوريدي عندي هول فعمل فيها ثريد وهكذا. فنبص نلاقي في حاجات كتير جدا نبتدي نتكلم عليها في الهاند بروسيس. طبعا هنتكلم على بعض الادوات از نوت اول التولز كلها. بنسمي البروسيس ده احيانا بيسموه بنش وورك. ايه البنش وورك؟ لان كل البروسيس اللي انت بتعملها يدوي دي بتتم على تيبل، التيبل اللي هي بنسميها احنا في الورشه بيسموها تازجة اوكي، او اللي هي البنش خلاص، يعني مش بيبقى فيه مكنه ولا حاجه. طيب في عندنا حاجه مهمه جدا ان احنا لما نيجي نتكلم بقى على الكاتنج تولز نخلي بالنا في حاجه هنبتدي نقولها من اول حتى دلوقتي من ستارت من الهاند تولز، اللي هي ايه؟ في بوينتس محدده اي نيد تو فوكس عليها لما اكون بتكلم على اي ماشينينج بروسيس. يعني ايه ماشينينج بروسيس اللي احنا هنتكلم عليه ده دلوقتي؟ عمليه ماشينينج. وات مين ماشينينج؟ ماشينينج اللي انا كنت عندي بالنسبه للفورمينج كان بيبعت لي كتله معدن كده مدهاني وانا اخدها مثلا اعمل لها هامرنج على الايه؟ على الهامر ماشين خلاص اوصل للشيب اللي انت عايزه. اوكي هل انا ريموف رميت منها حته؟ هل انا لو جيت وزنتها بيفور اند افتر هلاقي فرق كبير قوي في الويت ما بينهم؟ هلاقي في فرق في الفوليوم؟ ها ما كلكم مفتوح لكم المايك ما حدش بيرد. لا احنا بنلاقي فرق كبير بين الهاند تول ديت للاجزاء الصغيره. لا انا بتكلم مع الفورجنج. الفورجنج بيثبت الفوليوم، الفوليوم ما بيغيرش الفوليوم. الوزن دي الحاجه هلاقيها تقريبا سيميلر لايه اللي قبل وبعد، ما بتشنجز ايه ما بيغيرش في الحاجه ما بيحصلش فيه تشنج كبيره. لكن انا وجيت دلوقتي خليني اقولها لك مثال، جبت الكتله دي وجيت عندي باداه كده عمال اشيل منها طبقات من الميتل لغايه لما اوصل للشكل اللي انا عايزاه. يعني خليني اقول مثلا كان عندي مثلا سي سيركل مثلا او سلندر كروس سكشن بتاعها سيركل اوكي، الديامتر بتاعها مثلا كان 20 او نقول 30 وانا عايز اوصله ل 26 في عملية الماشينينج. فأنا كأني أو بلاش عارف القلم بتاعك اللي هو الخشب ده مش حطه جوه الشاربنر أوكي، القلم اللي هو الخشب ما بقيتوش تستعمله مش عارفين تبقى سبتراكتف أنا مبسوط بالرأي يعني دكتور أيوه. لا بالراحه والنبي نتكلم مع بعضينا كده مش بسمع خلاص. فبشيل طبقات، لو انا جيت وزنت القلم ده قبل وبعد هيطلع نفس ما هو؟ لا اكيد لا الفوليوم عشان في جزء عمليه الماشينينج. يبقى انا دلوقتي ببتدي ريموف لايرز من ايه؟ من الشكل بتاعي لغايه لما جت الشيب اللي انا عايزاه، وبالتالي بيبقى في ديفرنس. طب بدايه عمليه الماشينينج عندنا اللي هي هنتكلم عليها قلنا الهاند تولز. طيب قبل ما اتكلم بقى في الهاند تولز بقول في عندي حتى الهاند تولز في حاجات اللي نيد تو باي اتنشن تو اللي هي ايه؟ نمبر 1 الماتيريال تول بتاعي، النمبر اوف كاتنج ايدجز فيه اوكي، التول ماتيريال اتعمل من ايه خلاص، الكاتنج انجلز هي فين بالنسبه للتوز بتاعت الايه التول بتاعي او الكاتنج بوينت بتاعته. طبعا الفيكسيشن بتاع التول ازاي والفيكسيشن بتاع الورك بيس، موستلي الورك بيس في حاله الهاند بروسيس بتبقى فيكسد فيه او عامله لها هولدنج باي يوزنج الفايس اللي هي المنجله خلاص. فيبقى احنا عندنا دلوقتي في حاجه انا جاوبتها لكم، لكن في حاجات لسه محتاجين احنا ايه واحنا جوينج ثرو ان احنا نعرف. خلي بالي كمان الاوبريشن اللي بتتم، يعني انا هستعمل الفايل بعمل بيه ايه، هستعمل الشازل بعمل بيها ايه، هستعمل عندي التاب بعمل بيه ايه اوكي. فيبقى احنا دول خمس بوينتس كده ان نعملهم. لما نجو بقى على الماشينز هتلاقيني بزود لك النقط دول اكتر شويه. يبقى مينلي الماتيريال، النمبر اوف كاتنج بوينتس او كاتنج ايدجز، التول انجلز، الفيكسيشن بتاع التول والفيكسيشن بتاع الورك بيس، والاوبريشن اللي انا بعملها بالاداه دي او اليوز بتاعتها في ايه اوكي. فاول حاجه احنا اوريدي بنقول هنتكلم على السكرايبس، هنتكلم على الشازل، هنتكلم على الدرال، هنتكلم على الريمر، هنتكلم على التابس، هنتكلم على الهاكسو اوكي. كل دول الحاجات اللي احنا هنبتدي ايه نتكلم عليها. طبعا مش يعني ممكن نتكلم على الشازل، نتكلم على الفايل سكرايب دي اللي بنعلم بيها على السيرفس. الدرال دي تقريبا احنا برضو هنجي لنا الحاجه معمول لها درالنج لان احنا هنتكلم بعد كده على درالنج ماشين. التابس والهاكسو دول هنتكلم فيهم. طيب الفايلز كلنا تقريبا شفنا فايلز، لو ما حدش شاف مبرد عادي اللي هو بيستعملوه في تنعيم السيرفس بتاع الميتل وكده، شاف على الاقل الفايل بتاعك اللي موجود في الايه في القصفه بتاعتك او الدراسه بتاعتك.
اوكي، هو نفس الايديا واحده، في حاجه وفي اسنان هي دي بتعمل لي تنعيم لحاجه، ده بينعم النيلز بتاعتك، ده من ايه بسموث السيرفيس اللي هو بتاع الميتال وكده. طيب الفايلز طبعا ليها انواع، ما اقدرش احكم من الفايلز اللي احنا نعرفها هي اونلي بس فور ميتال، لان احنا لما روحت عندنا في الكاربنتري وريناك فايل صح، كان شكله الرسم بتاعه الارتيس بتاعته وكان ليه شكل كده معين الاسنان بتاعته. يمكن بالنسبه للميتال الشيب بتاع الاسنان هيبقى حاجه ثابته، ما عدا مثلا ما اجي اكلمك على حاجات فيري سوفت زي مثلا الومنيوم ليها فايل معين كده بيبقى واخد شكل اسنان كيرفت، ده يمكن الايه مختلف. بقيه الحاجات لا ليها اشكال محدده. الفايل دايما ليها لينس مختلف، يعني احنا مثلا عندنا فايل صغير جدا في الورك شوب اللينس بتاعه حوالي 15 سنتيمتر صغير، فبتلاقي الدايمنشن بتاعته الكروس سكشن بتاعه بيقل. لما اروح اجيب فايل طوله مثلا 30 سنتي اوكي، لا هلاقي ان هو ايه الكروس سكشن بتاعه بيكبر. اوكي طيب احنا ايه اللي يهمنا؟ اولا ان احنا نعرف ان الفايلز بتجيلنا في صوره ست، يعني ايه ممكن يجيلي مبرد عايزه مبرد معدل مثلا سي سكوير او كده وعايزه ابتدي استعمله، فممكن اجيبه هما بيبقى سيت اوف 3 باسترد سكند كات سموث. طب ايه الديفرنس ما بين نمبر 1 ونمبر 3؟ في واحد بين الاثنين مسافة أكبر، أول واحد اللي هو الباسترد في المسافة بين كل سنة وسنة أكبر بكتير جدا من السموث. طب ده يليد إن إيه؟ نمبر أوف توث، نمبر أوف توث يحصل لها إيه؟ في نفس الكروس سكشن أريا اللي أنا قلتها. بتزيد الدنستي بتاعتها بتزيد. أيوه. يبقى السموث إن نمبر أوف كاتنج إيدجز فيه في نفس الأريا، في نفس السنتيمتر الإنش سكوير، أي حاجة في نفس الإنش طولي، هلاقي النمبر أوف كاتنج تيس أكتر من حالة الإيه الباسترد. تمام. طيب يبقى الشيء الطبيعي ان انا بيوز الاول الباسترد عشان يرموف الميتال اكتر، بعد كده اللي بعديه شويه، بعد كده اللي هيديني السيرفيس افضل اللي هو الايه السموث. تيك ات ايه ان يور كونسيدريشن ان النمبر اوف كاتنج ايدجز لما بتزيد السيرفيس فينش بتاعي هيبقى افضل، يعني دي خلينا ماشيين بيها كده. لو انا جيت بعد كده في الماشينينج بروسيس وقلت لك انا ينفع استعمل الماشين دي وينفع استعمل الماشين دي، زي مثلا بتكلم على الشيبر وبعد كده اتكلم على الميلينج، اللي عنده كاتنج تول عنده كاتنج ايدجز اكتر، ده يبقى هو ده اللي هيديني سموث سيرفيس افضل وسيرفيس فينش افضل من ايه من التاني. خلاص. طيب نيجي عندنا الحاجه بقى اللي هي ايه بقى من عمليه الاسنان بتاعه الايه الفايلز. الفايلز اولا قلنا بنشيل بيها دبرس او نشيل بيها رافنس او حاجات زي كده مع السطح بتاعي. الفايلز بتتعمل من ايه؟ بتتعمل من هاي كاربون ستيل. طيب الفايلز بتاعتنا في انها نوعين، الاسنان بتاعتها موجوده الستاندر بتاعها اما سنجل كات او دبل كات، هوريك بصوره بعديها توضح لكم دي اكتر. الصور اللي قدامي دي كلها سنجل كات، اللي تحت دول يمكن دبل مش باينه لكن السنجل هي شبه الايه الفودو. ده هنا البارس بتاعه الايه الفايل وكده، ومفروض الكلام ده اتعرفتوا عليه اوريدي في الوركشوب. نيجي عندنا الفايلز اهي، ادي عندي ده سنجل كات وده دبل كات. السنجل كات تلاقي الاسنان كلها واخده دايركشن واحد، طب الدبل كات واخده كده، فلو جيت بصيت على التيث توس بتاعتي الاقيها عامله زي البيراميد، البيز بتاعها سكوير وليها ايه شكل زي البيراميد لانها من فوق مدببه. طب سؤال، في كام كاتنج بوينت في الفايل بتاعي؟ والفايل عدد الاسنان بتاعت الفايل اوكي، يعني مش سنه واحده صح، يعني في عدد أيوة. كبير اوكي. طيب نيجي عندنا بقى الحاجه في الفايلز بنسمي واحد كورس وواحد فاين. يعني ايه كورس وفاين؟ يعني انا لو جبت واحد بسيط لقيت السبيس ما بين التيست وتيست وبعديها كده كبير اوكي، بين السنه وبعديها كبير او بين الادج والادج كبير كده، يبقى ده كورس. لو انا جيت لقيتهم كلوز كده او قريبين من بعضهم ده فاين. فقال لك الكورس هنستعمله للحاجات اللي هي ايه اللي هي فيها اللي هي سوفت ميتال، لو انت مضطر استعمله السوفت ميتال. الحاجات اللي هي عندها الاسنان بينها وبين بعضيها سبيس قليل فهي فاين از نوت كورس، استعملها الحاجات الهارد او بعمل فينشنج. خلاص. ليه بقى؟ لان الشاب بتاعي لما بيطلع وانا بتكلم على سوفت ميتال، انا اتوريتكم بالفعل شفتوا تقريبا الفايل بتاع الالمنيوم في الورك شوب الناس اللي خدت هاند بروسيس. مفيش حد بيرد عليا انكيرفت. لا لان الالومنيوم ممكن يبقى عندي الوي سوفت مش سوري مش يعني ممكن بقى يكون عندي بيور الومنيوم ولا حاجه بعمل لها فينيشنج، فبص الاقي ان هو ممكن التشاب اللي بيطلع فيري سوفت، فلو حصل ان هو هيعمل ايه هيستاك ما بين الاسبيس ما بين توس وتوس، فبالنسبه لي هيبقى الاسنان دي هيستاك فيها ومش هيبقى صعب ان يبقى صعب ان انا ريموف. انا بكلين الايه الكلام ده باستخدام حاجه اسمها ميتاليك براش زي فرشه كده بتاعت اللي بتستعملها إيه عادي عندك في الهدوم او حاجه، ولكن هي بتبقى ايه اسنانها ميتال فبتريموف الايه التشاب من ما بين الاسنان وبعضها. لو هو كان الومنيوم مع الضغط اللي انت بتعمله هيستك جوه في الاسنان ومش هيتعرف تستعمل المبرد دي. خلاص. فبختار الحاجه المناسبه مع الميتال اللي عندي. طبعا
اليوزز بتاعت اي فايل ديبند على الشيب بتاعه. يعني ايه؟ في حاجه كروس سكشن بتاع سكوير، في حاجه كروس سكشن بتاع ريكتانجل. هتقولي طب ما هو نمبر 1 و 2 و 3 دول نفس كروس سكشن واحد، اوكي، بس في ديفرنس ما بينهم، وهقوله حالا دلوقتي. عندي بعد كده ال 3 سكوير، بعد كده عندي الراوند، الهاف راوند، الحاجه دي كلها. في طبعا اكتر من كده، اوكي، ولكن جاست ان احنا نتكلم ونعرف ايه الستاندرد بتاعهم. فالفايلز دي استخدامها هيبقى ديبندنج عليها. اولا الهاند ده بيبقى عنده الويتس بتاعه كبير، خلاص. الهاند والبيلر هما سيميلر في كل حاجه، اختلاف بس ايه؟ ان عندي الويتس بتاع البيلر اصغر من الويتس بتاع الهاند بروسس. الهاند فايل، الهاند فايل الويتس بتاعه كبير، وبالتالي كروس سكشن بتاعه اكبر. طيب الفلات هو فلات كده ونفس الشكل، ولكن في تشينج اللي هو السيرد الاخير فيه، تلاقي ابتدي كروس سكشن بتاعي يقل. على فكره بدايه من الفلات تلاقي دايما الكروس سكشن التلت الاخير فيه في الفايل بتاعي، اوكي، الكروس سكشن بتاعه بيقل، عشان يعرف في سام بوينت كده بيخش في سلوتس او حاجات فتحات، فيبقى عايز يبقى يعرف يخش فيها بسهوله، فدايما الحته اللي قدام فيه الكروس سكشن اصغر. تمام. طيب نيجي عندنا بقى الهاند ده عباره عن عنده ايه. خلي بالك ان انا لو جيت بصيت، ثواني ارسمها لكم بقى، لازم اخد سلايد شو. لو جيت بصيت هنا كده دلوقتي، عندي ده السطح بتاعي بتاع الهاند تول، الهاند فايل. السيرفيس ده دبل كات، السيرفيس ده دبل كات. في سيرفيس هنا سنجل، وفي سيرفيس ما عندوش بلين. يعني يعني السطح اللي هو فوق ده لو انا جيت بصيت عليه هلاقي عنده دبل كات، واللي هنا نفس الحكايه، السايد واحد ما عندوش، واحد عنده سنجل كات. طيب حلو قوي. انا بستخدم الكلام ده في ايه؟ زي عندي شكل زي كده، وفي مثلا سلوت كده، وعايز اعمل لها فينيشنج مثلا، فاخش بالايه، طبعا هي مقاسهم يبان قد بعض، انا اسف، خلاص. فباجي عندي بالفايل ده وابتدي اخش جوه عشان اسموث الايه السيرفيس، وسموس في نفس الوقت الايدج. بخلي سايد منهم اخليه بلان اساسا، عشان انا في بعض الحالات ببقى انا اوريدي عملت فينيشنج ده، فمش عايزاه ايه يتاثر بدخول المبرد جنبي الفايل جنب. طيب الفيلر، البيلر اهم اصغر شويه، خلينا نتكلم على البيلر. سهل يخش جوه في سلوتس صغيره زي كده ويعمل لي نفس الكلام، او يتعامل مع الاثنين. ممكن يتعاملوا بس بالذات الهاند يتعامل مع سطح كده، سطح انا قطعته بالشازل مثلا وعايز اريموف الرفنس بتاعته، ممكن استعمل عندي الهاند ايه فايل عشان يريموف الرفنس معايا. طيب نيجي عندنا بقى ايه الفلات بتاع ده. الفلات بقى، الفلات لا، في ديفرنس ان كل تو سايدز دول اللي هم السايد الصغيرين عندهم هم الاثنين سنجل كات. طب التو سيرفيس عندهم دبل كات، السكوير عنده كله دبل كات. طيب نيجي عندنا بقى الهاف راوند والراوند. الراوند ده عندنا بنفس الكلام، بستعمل الراوند ليه؟ سي انا عملت مثلا جبت شازل وعملت شكل مثلا ايه دائري، عملت قطع دائري زي كده، خلاص، بس ده باي شازل، فعايز اعمله فينيشنج، فاستخدمت الايه اللي بتاع ده الفايل عشان يعمل لي عمليه الفينشنج الراوند شيب اللي انا عايزاه. خلي بالي ان الصغير بتاع ده بالفعل بالعربي بيسموه ديل فور، الصغير بتاعه بالفعل بيبقى عامل زي الديل فور بالظبط. كان في واحد سايبه لكم في الورشه، بس اعتقد حد كسر، واحد صغنن جدا. طيب نيجي عندنا بقى الهاف راوند. سي انا عملت السطح ده، عامله فيه كيرفتشر كده، قطعت الجزء ده، ده مش موجود، اوكي، وعايز اعمل الفينشنج للسيرفيس ده، استخدم عندي الهاف راوند. يبقى الهاف راوند الكيرفتشر موستلي ممكن استعمل، لو انا ما عنديش غيره استعمل السايد الثاني عشان انعم بيه فلات سيرفيس. هتلاقي الجزء بتاعتهم مختلفه ديبندنج على ايه؟ ديبندنج على الشكل بتاعه والنمبر اوف كاتنج ايدجز وكده، مين لي السلوتس السكويرز الحاجات دي الكي ويز، الكلام ده كله ينفع استعمله عشان اعمله عمليه ايه فينش، خلاص. طيب نيجي بقى للفايل. الفايل دايما انا بستعمله ديورنج عمليه الادي عمليه الورك بيس، بثبت الفايس بالشكل ده، بثبت الورك بيس في الفايس. التول بتاعي او بتاع ده الفايل، مش بحب الدوشه دي، ثواني بقى عشان ايه، اوكي. نلاقي هنا عندي الفايل بتاعي ممسوك بتو هاندز، اللي فيه دايما عندي هاند للايه للفايل، ما ينفعش اسلكه بالشكل ده واشتغل بيه، لان ممكن يعني باك في الايه يعني ريتيرن في الايديك يبقى لك فيها دامج وكده. فبقول عندي دايما يبقى انا هولد باي تو هاند، دايما البريشر اكتر وانا رايحه، اوكي. انا يعني في الفورد ستروك نلاحظ ان انا دايما ليه تايمنج معين، يعني انا بعمل مثلا 1 ستروك بالايه بير سكند، خلاص، وليه وقفه كمان معينه وانا واقفه عشان ما تتعبش ايه الهاند بتاعتي وكده والشولدرز، فليه وقفه معينه وانا بستعمل الفايلز. نلاحظ حاجه مهمه دايما هو بيبي اتنشن ليها، ان انا عمري ما استعمل الفايل از هامر، مش الفايل بس، ما تستعملش لا الفايل ولا الشيزر ولا الحاجات دي كلها، بتبقى الحاجه ممكن تحصل لها فراكشر. فكل اداه ليها فايده معينه، سوري، كل يعني الهامر ليها ماتيريال تستحمل ايه التفنس بتاعتها، تستحمل عشان انك تعمل بيها هامرنج، لكن ده اساسا الفانكشن بتاعته ما فيهاش هامرنج،
اوكي، فلو انت عملت كده هتبص تلاقيه اتكسر وبقى اجزاء زي ما احنا شايفين. طيب نيجي بعد كده عندنا الهاكسو، احنا شفنا السو قبل كده في الايه، في الكاربنتري صح؟ ايوه الهاكسو بقى للمعدن مثلا. بالظبط. هنا نيجي نبص عندنا ده عبارة عن بيبقى سلاح كده لوحده، بجيبه وابتدي اركبه في فريم مختلف بقى عن بتاع الخشب. بتاع الخشب انت شفته كان ماسك في ايه، في حاجة كده ثابت مع بعضيها. وحتى لو كنا بنتكلم على اللي هو البانسو، هل البانسو اسنانه اللي شاف فيكم الورك شوب، هل اسنان الفايل السو اللي احنا شايفينه ده عندنا البليد بتاعه ده اسنانه بالفعل كلير زي الاسنان اللي شفتها مثلا في البانسو؟ بلاش كلكم شفتوا في الشرط بتبقى الاسنان بتاعته ده بيبقى سوفت، اللي هو بيبقى سوفت اكتر، فبيبقى لو كاربون ستيل، ده بيبقى هاي كاربون ستيل. بس اهدى بالله، استهدى بالله، انا ما بتكلمش على الماتيريال دلوقتي، بتكلم على المسافات الاسنان. الكاربنتري اوسع. ايوه السن نفسها واضحه، تقدر من بعيد تبص عليها تشوف انا لو قدامي ده وقدامي ده اي كانت سي الايه تيسز هنا ظاهره زي دي. خلاص معنى كده ايه؟ معناه ان النمبر اوف كاتنج ايدجز او نمبر اوف توث الموجوده عندي بير انش اقل في حاله الحاجات بتاعه الوود عن الحاجات بتاعه الميتال. ده انا حتى الميتال كمان هتلاقي ممكن اقول لك في سو ليه اسنان مختلفه عن التاني ديبندنج على نوع الميتال اللي انا بقطعه، هل انا بقطع هارد ميتال ولا بقطع سوفت ميتال. خلاص السو حاجه بتجي لي بليها لانس محدد 8 انش 10 انش وهكذا، في ليها هنا تو هولز في الايه، في السو نفسه بالبليد بركبه وابتدي يبقى فيه تنشن. طبعا ده ادجستبل فلين، لو انت جايب واحد سو طوله كبير وسو طوله قصير اجيبه عندي ايه البتاع ده بركبه زي ما انا عايز. طبعا بيبقى فيه بعضهم فيه تو سايدز وموستلي، عشان ان لو حصل ان الايه الاسنان اللي هنا اتاكلت او حصل فيها كسر او كده بستخدم السايد التاني. طيب نيجي عندنا الحاجه ان انا الفايل ده فيه ليه زوايا القطع. ايه زوايا القطع اللي احنا هنتكلم عليها بعد شويه؟ ادي زاويه اهي وادي زاويه اهي، دي اللي هي الفا اللي هي كليرنس انجل، ودي زاويه اسمها جاما. اوكي فانا عندي الزوايا دي كل التوس من دول واخده ايه الكاتنج انجلز. السو طول ما انا داخله عادي كده بقطع الزوايا بتاعتي واضحه وموجوده وكل حاجه. اوكي بيتعمل ده من ايه؟ بيتعمل من هاي كاربون ستيل. طب نيجي عندنا الحاجة مهمة جدا، في نمبر في كاتنج ايدجز هنا واحد بس اللي بيقطع ولا قد ايه؟ الناحيتين عشان انت بتروح وترجع. النمبر في كاتنج ايدجز 1 ولا قد ايه؟ لا كتير كتير يعني الطول مالتبلاي دنسيتي. الطول بتاع السو مالتبلاي كام بيتش في الانش او في السنتيمتر. تمام يعني البيتش الواحدة لو فيها مثلا 14 وانا طوله مثلا 4 انشز يبقى ده ايه عندي 64 مثلا صح؟ آه كم؟ قلت كام؟ قلت كام؟ 66. انتوا صاحيين ولا نايمين؟ لا 76. انتوا صاحيين؟ 14 باي 4 بكام؟ صحيح يا دكتور 56 ماشي. انا ربطته لا انا ربطتها 16 باي 4. طيب نيجي عندنا يبقى دلوقتي انا عرفت الايه البتاع دوت بالنسبه للسو، عرفت بتعمل من ايه، عرفت ان ليه اسنان. نسال بقى على سؤال واحد دلوقتي، لو انت عندك سكينه في البيت خلاص بتقط بيها اي حاجه اوكي، والحاجة دي ليها دبس كبير، فانت نازل بالنايف بتاعتك اوكي عمال تنزل 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 صح، عملت ايه كراف، عملت في عرض كده للقطع بتاعك في الحاجة اللي انت بتقطعها. طيب السؤال بقى، العرض بتاع الحتة دي مش هو نفسه نفس الستكنس بتاع النايف بتاعتك؟ ايوه كويس جدا. ده يعني بتظهر لغايه لما تطلع لقدام ترفع اكتر عشان تعرف تطلع. سيبك من السكين يا ابني، استهدى بالله كده، مش السكين عامله كده تقريبا صح؟ ده ايوه السكنس ده هو نفس الويتس اللي انت عملته في الايه؟ القطع او الكراف اللي انت عملته في الحاجه اللي انت بتقطعها صح؟ طيب وايل يو ار جوينج فورورد كل ما تطلع قدام او بتقطع اكتر، مش النايف بتاعتك دي الباك بتاعها ده بيحصل له ايه؟ مع السيرفس اللي انت قطعته او اللي انت لسه ماشي فيه؟ يبتدي يعمل فريكشن. حلو جدا، بيعمل فريكشن ما بين الايه، ما بين التول بتاعك اللي احنا التول بقى مالناش دلوقتي في السكينه والحاجات دي، التول والسيرفس اللي انت ايه قطعته صح.
طيب هو ده حاجة كويسة لما يكون الفورس أو الباور أو الشخص اللي عمال بيدي عشان يقطع ده هو اللي بيبقى ابلاي لود أو البريشر على الحاجة أو الأداة دي، مش جزء منها بيديها لوسز في الفراكشن؟ ممكن يتجزء، أيوه بيحتاج طيب effort أكتر، وممكن برافو. يتزنق الأداة في الماتيريال نفسها، وممكن طيب خلينا نتكلم تنمو بس بالأداة دلوقتي نفسها. عشان انت خدت سيكشن شكل خلاص. فبقول عندي اللي بيحصل ان الايه النايف دي بيبقى فيه فراكشن ما بينها وما بين الورك بيس، عشان نمينيمايز الكلام ده لازم يبقى فيه حل. ليه بقى؟ لان الفراكشن ده ممكن مع الوقت ده ميتال مثلا بتقطع فيه حاجه مثلا ستيل، اوكي، والسو بتاعك ده برضه هو كمان معمول من ايه، من هاي كربون ستيل، مع كتر الفراكشن ده الحراره تبتدي ترتفع وممكن السو بتاعك يتزنق جوه زي ما انت قلت كده ويتكسر وهكذا. عشان نقلل الكلام ده قال لك في حل. الحل هو ايه؟ ان انا اخلي الحته اللي قدام كبيره، ما ينفعش ده انا دايما عندي اي اداه بقطع بيها دايما الفرونت بتاعها والاند بتاعتها تبقى شارب، صح كده؟ تمام عشان تزود البريشر. حلو. فقال لك ايه؟ بصوا كده، لو انا جيت بصيت من هنا من فوق كده للايه، للبليد بتاعي ده او للهاكسو بتاعي ده، تمام، لو جيت بصيت كده مش هلاقي الاسنان عامله زي كده، صح؟ هلاقي الاسنان ظاهره كده، اوكي تمام، مرصوصين ورا بعض يعني هلاقيهم كده ايه بالشكل ده الشيب بتاعهم، اوكي. مالكوا ساكتين ليه؟ اوكي مفيش انجل يعني؟ اي بيبقى ببص من متعوج فوق شوية فوق كمان فوق، علشان ببص من هنا تمام، تمام هشوف اللي هو السيكنس بتاع البليد بس، ومن قدام هلاقي السنان، انا مش ببص من الجنب، اوكي خلاص ده توب فيو. فلما اجي كده معناها ان الاسنان دي هي نفسها السيكنس بتاعها هو نفسه السيكنس بتاع البليد من ورا، صح ولا انا غلط لغايه دلوقتي؟ تمام تمام. انا هعمل بقى ايه؟ قال لك لو التوز بتاعتك كبيره يعني اسنان مسافه ما بينهم بين بعضيها كبيره، يعني اعمل حاجه، هنجت الادج ده نميله الناحيه دي، والادج ده نميل السنه بتاعته الحرف بتاعها الناحيه دي، ودي الناحيه دي، ودي الناحيه التانيه. طب لو انا جبت فيرنير او مايكرومتر وجيت اقيس السيكنس بتاعي، مش هيبقى الحته اللي قدام اكبر من الباك بتاع السوق؟ ايوه بالظبط كده، ده سميناه عندنا اللي هو الالترنيتيف اللي هو ده اهو، خلاص، ان انا جبت حرف سنه ميلتها كده والتانيه كده والتانيه دي كده وهكذا. يبقى انا لما اجي اقيس السيكنس بتاعي نتيجه الحركه اللي انا عملتها دي، الويدث بتاعي او الحاجه اللي هيقطع بيها قدام هيبقى العرض بتاعها الظاهر ليا اكبر من الايه؟ من الباك، خلاص؟ في الحاله دي الكراف ده هيبقى ماله؟ هيبقى اكبر من ايه؟ من السيكنس بتاع البليد نفسه. وضحت؟ تمام. يبقى كده انا قللت الفراكشن عن طريق ان انا خليت البارت اللي قدام اللي هو فيه الاسنان بالتريتمنت اللي انا عملتها للسنان دي او الطريقه اللي انا عملت بيها السنان، انها عملت عندي ان الكراف اللي بيتفتح في الورك بيس السيكنس بتاعه اكبر من الايه؟ من السو نفسه، وبالتالي يبتدي ينزل سموثلي من غير ما يحصل فيه مشاكل. طب هتقولي طب والاسنان الرفيعه قوي اللي هي كان حاجه مثلا كده، اوكي، والاسنان ورا بعضيها ورا بعضيها كده بالشكل ده، خلاص، قال لك لا هنعمل لها حل، مش هنقدر نمسك سنه سنه، ولكن هنعمل ايه؟ هناخد الاسنان كلها نعمل لها ويف بالشكل ده. طبعا مش بالشكل اللي انا رسماه ده، مش ويف بتبقى ظاهره قوي كده، تشوفها عندنا في اي هاكسو عندي في سلاح مستعمل، لو بصيت من الجنب هتلاقي الويفنس بتاعته باينه كامله عشان الاسنان بتبقى صغيره، اوكي. فيبقى انا عندي دول طريقتين بتعامل بيهم مع الاسنان ديبندنج على ايه؟ على النمبر اوف تيس اللي موجوده عندي، هل هو بتاع ده النمبر اوف تيس كتير يعني الاسبيس ما بينهم بين بعض واسع، يعني معنى كده لو كنت بصيت في البانسو كان هيبقى ده ولا ده بتاع الخشب؟ دو الخشب اللي هو الواسع اللي هو الاول اللي هو الستريت ماشي اللي هو الالترناتيف، انما لو جيت بصيت عندك في موست السوز اللي بنستعملها الاكسو اللي بنستعملها البليدز بتاعتها في الماتل هتبص ليها اللي هي الحاجات الويفي باينه فيها، خلاص. طيب طبعا في حاجه علاقه ما بين النمبر اوف النمبر اوف توس او حاجه توس بالايه بير انش، في حاله لما اكون بستعمل البليد ده في هارد ميتال او اكون بستعمله في سوفت ميتال. طبعا التيبل ده انا مش بقصد انك تحفظه، لكن جاست انك انت ايه تبص على حالتين فيه اللي هم الاخرانيين، حاله ان عندي ميتال السيكنس بتاعه مثلا من 6 ل 13 وحاله ميتال من 13 ل 25، واحد هارد ميتال واحد سوفت ميتال. في حاله الهارد ميتال انا بستعمل عندي
number of cutting edges 18 number of cutting teeth عندي 18 الثاني هلاقيهم بير انش 24 بص لو جيت بقى السيجنس الاكبر هلاقي number of teeth هنا بقت ايه هنا اقل من ايه هنا اكبر من دايما السوفت السوفت دايما عدد الاسنان هتلاقيه اقل عن الايه عن الهارت خلاص تمام يبقى دي علاقه الايه number of cutting edges number of cutting teeth اللي موجوده بير انش في الهاكسو في حاله ان انا بتعامل مع هارد ميتال او بتعامل مع ايه سوفت ميتال ده بس جاست حاجه كده تفتكروها كاكزامبل لو انا ايه سالتك على حاجه زي كده طيب. بعد كده الشيز كلمه شيز دي سمعتوا عنها قبل كده سمعتوها فين في الكاربنتري حلوه بتاعت الكاربنتري حاجه وبتاعتنا احنا هنا حاجه ثانيه بتاعتنا دي المره دي بتستخدم عشان تكات في الميتال حتى هما العربي بتاعهم بيختلفوا عن بعضهم خلاص الشازل دي بتتعمل من ايه بتعمل هاي كاربون ستيل وعملناها بعمليه الفورجن اعتقد وريكم حاجه لما كانوا بيعملوا عمليات على الايه على الهامرنج وكده عملوا لكم حاجه شبه كده خلاص فبيقول عندي طيب الشازل دي بقى عندها كام كاتنج بوينت او كام كاتنج ايدج هو 1 بوينت تمام واحد هما عندنا نوعين اللي بنتكلم عليهم لان طبعا هما انواع كتير اوكي ولكن في حاجه ان كاتنج انجلز بقى احنا كنا بنتكلم على السوق وعنده كاتنج انجلز لكل سنه طب هنا بقى الشيزل الشيزل هي فيها زاويه واحده وانت اللي بتعمل الاثنين تاني يعني ايه مثال ليها هقول لكم على حاجه لو انت معاك دلوقتي نقول ايه خلينا نقول تفاحه زي زمان كنتوا امبارح خلاص وجبت السكينه بتاعتك وقفت كده وبتنزل هتعمل ايه في التفاحه دي اقسم حتتين حلو قوي طب لو انا عايز اشيل القشره بتاعتها هينفع امسك السكينه كده لا عايز ريموف لا. لاير حلو احنا عندنا لازم تميلها بزاويه الشيزل بقى الحاجه الوحيده اللي احنا سايبينها لك عشان وانت بتقطع انت اللي تاخد الزوايا بتاعه القطع انت اللي تاخد الريك انجل وانت اللي تاخد الريليف او كليرنس انجل ازاي انك انت بتميل لانك عايز تشيل طبقه اهي مش عايز تشيل اللاير دي تمام فانا لازم اميلها بالزاويه دي الزاويه الوحيده اللي موجوده فيها اللي هي التول ايه انجل بتاعي خلاص يبقى انا عندي هي دي الوحيده بس اللي انت المسؤول تلاقي دايما لما كان التكنيشن يوريها لك في ورك شوب او حتى لما يوريها لك يقول لك ميل ايدك ما توقفهاش كده طبعا لو عملتها بره مش هتعمل حاجه فلازم تبقى في زاويه ميل طبعا الفايده بتاعت زاويه الايه الكليرنس وفايده الريك انجل حالا هنقولها ولكن يبقى عارفين ان هو لازم عشان تقطع لازم تاخد الزوايا دي طيب الشازل بقى في عندنا نوعين في عندي الكروس في عندي الفلات وفي عندي كروس كات الفلات دي ليها ويدث كبير من قدام اوكي دي ممكن استعملها عشان مثلا عندي في ميتال سن ميتال شيت مثلا او حاجه او بليت سيكنس بتاعه صغير وعايز اعمل فيه قطع لحاجه معينه عايز اقطع شكل كده عايز اقطعهم من بعض ممكن استعمل عندي الفلات الريفتس اللي عندنا فاكرين الريفتس بس طبعا مش بتاعت الالومنيوم والحاجات في ريفتس تانيه اكبر من كده وعايز اقطع الهيد بتاعت الريفت عشان افك البارتس من بعض ممكن استعمل الشيزل اوكي طيب نيجي عندنا الكروس كات الكروس كات بقى سين انا كنت بتكلم على شيت زي اللي انت شفتوه في الورك شوب او حاجه اكبر شويه خلاص وجيت قلت لك انا عايزاك جوه تعملي ايه شكل سكوير لا عايزاك تعملي كمان هنا حاجه كيرف تقطع لي الشكل ده اروح جايبه الكروس كات دي تديها نقط جنب بعضيها كده لغايه لما تفرغ لك الشكل اللي انت عايزه فده ممكن تستعمله عشان تعمل بيه جروفز تعمل بيه سلوتس تعمل بيه كي ويز تعمل بيه هولز جوه الورك بيس بتاعتك بس تبقى حاجه في ميتال دايما السيكنس بتاعه مش هيبقى كبير اوكي لان لو عايز اعمل القطع ده اللي انا بتكلم عليه السيكنس زي ده وعايز استعمل بدل الفلات وعايز اعمل قطع كبير لا استعمل هاكسو ما استعملش الشازل طبعا انا عارفه ان الشازل ممكن استخدمها في اماكن تانية مختلفه عن الايه اللي انا بستخدم فيها الهاكسو اوكي طيب دي بقى الايه دي الانجلز بتاعتنا النورمال على السيرفيس اللي انت بتعمله ماشينينج اهو اللي هو السهم اللي هنا ده بارل اللي انا عاملاه بالظبط مع الايدج ده هي دي زاويه الايه الريك اللي هي زاويه بيسموها زاويه كارف السيرفيس اللي اتعمله ماشينينج والايدج اللي جنبه قريب منه ده دي زاويه الكليرنس خلاص الكليرنس دي ليه بقى نرجع للصوره اللي قبلها لو الايدج ده نايم كده على السطح ده على طول وهو بيقطع ايه اللي هيحصل طول ما انا ماشيه فريكشن بالظبط كل ما جو فورورد بالطول بتاعي هيبقى فيه فريكشن ما بين السيرفيس وما بين الطول بتاعي غير الفريكشن كمان انك هتدمج السيرفيس اللي انت عملته طيب يبقى الريك انجل سوري الريليف او الكليرنس عشان تمينيمايز الايه الفريكشن ما بين الطول وما بين الورك بيس خلاص طب والريك انجل سين عماله تطلع تشيب تشيب ايوه بيسمح لي قد ايه السمك اللي انا عايز اشيله من فوق لا 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 ملوش علاقه بالسمك دي سيبك من الكلام ده مين العبيط اللي قال لك الكلام ده لا
بقول عندي التشاب ده عشان ايه. بص هنا شايف التشاب ده، طبعا يمكن مش باين قوي لما كنتوا بتعملوا يدوي، يمكن هنفهم بعد كده اكتر لما نشوفه على الماك. في تشاب بيطلع عامل زي كده، وفي تشاب بيطلع حتت صغننه كده خلاص. فانا بعمل دي عشان احنا حتى لو انا بقطع كده بيبتدي الماتر يطلع قدام التول. طب لو التول ده ماشي كده فيرتيكال عادي، مش التشاب ده هيفضل يتراكم يحصل له اكيميليشن قدامه؟ صح صح ايوه. فانا لما بعمله انكلينيشن كده يبتدي يفل بعيد، يتزحلق، يجت ايه، يجت اواي من ايه، من على التول، من الاريا بين التول والورك بيس خلاص. فالريك يمكن هنفهمها اكتر لما نبتدي نتكلم عن الماكينات، اوكي، نفهم ان هو ايه المقصود بيها. فهنا عندي الريك دي عشان ايه، تسهل الايزي الموفر بتاع التشاب خلاص، تبعده اواي عن الايه، عن الاريا ما بين حركه الموفمنت بتاع التول بتاعتي. طيب بعد كده عندنا التاب والدايس. ايه التاب والدايس دول بقى؟ ممكن يبقى عندي ماشين مثلا كان فيها مسمار، اوكي، المسمار ده انا مش عارفين ايه مسمار، ده البولت ودي نات، اوكي. ممكن يبقى عندي اي بورت، اي ديفايس، اي ماشين فيها بولت وفيها ايه، نات زي كده. او نقول مثلا ممكن النات دي ما تبقاش موجوده، يبقى عندي جسم مثلا في المكنه وراكب فيه بولت على طول كده خلاص. فالبولت ده بعد شويه يعني، ده مثلا سايد عندي تو بيسز كده في ماشين، وفي عندي بولت هنا ايه ماسكهم ببعض خلاص. البولت ده لسبب ما الاسنان بتاعته اتاكلت او حصل فيه مشكله او ايا كان، وعايز اعمل واحد زيه، اوكي. فانا اعمله ازاي؟ والماشين دي او الماتيريال اللي عندي متوفره حته صغيره وانا عايز اتعامل معاها، ومفيش عندي ماكينات، مفيش عندي حاجه، وعايز اعمل السراد ده، او عندي جوه المكان ده مثلا حصل برضو اللي هو بدخل فيه البولت ده وبربطه، يعني بعمله فيه جوينج وكده، الاسنان اللي جوه اتاكلت، فانا عايز اعمل وصله اوصل الجزئين دول مع بعض تاني. فروح جايب اداه تعمل لي هول في الايه، في التو ورك بيس، عملت لي هول اهي بالشكل ده في الجزئين خلاص. وعايز اقلب الهول دي اعمل فيها ثريد. انت خدت دروينج؟ ايوه. فعايز اخش بالبولت ده اعمل هنا ايه، عايز اعمل ثريد داخلي، عايز اعمل سوري في النات، عايز اعمل الجسم ده اعمل فيه ايه، الوز داخلي. طيب والمكنه كبيره وما ينفعش اخد الماشين مثلا البيت بتاع الماشين بتاعتي احطه على مكنه ثانيه، اوكي. فاحنا اتفقنا تاني ان الهاند تولز عشان تحل عندي مشاكل مش عشان هي مشكله. والله لو بعمل حاجه سموث زي كده سهل ان انا اعملها ايه، اعملها فيكسيشن في الفايس وهولدنج في الفايس وابتدي استعملها عادي. اما ما عنديش ماشينز، او اما ما عنديش ايه الورك بيس بتاعتي كبيره قوي ما اقدرش احطها على مكنه، محتاجه سيت اب، محتاجه تجهيزه، اوكي، عشان احطها على الايه، على الماشين بتاعتي، ما ينفعش. من هنا بقى جه مفكروا في حاجه اسمها ايه، التاب والدايز. ايه التاب والدايز دي بقى؟ دول حل ليا في حاجات لطيفه. الثريد داي دي عشان تعمل لي حاجه اللي هي الاكسترنال ثريد، يعني دي تعمل لي زي المسمار زي البولت، اوكي. واللي عندي التاب دي، سيت اوف تاب دي عشان تعمل لي عندي الانترنال ثريد اللي هو زي مين، زي النات، زي دي الثريد اللي جوه خلاص، مش الجسم اللي مالكش دعوه بشكل اللي بتاع من بره، انا بتكلم على اللي جوه، اوكي. فهنا ده بنسميه عندي external thread، واللي جوه ده اسمه internal thread. كلكم بالتأكيد شفتوا مسمار وصامولة صح ولا محدش شافهم؟ اوكي؟ ما شفتوهمش، تعالوا نوريه لكم في الورك شوب. طيب نيجي عندنا بقى بالنسبة لأول حاجة التابس. التابس دي بتتعمل من هاي سبيد ستيل، اوكي؟ التابس دي بتبقى حاجة ستاندر أنا بروح أجيبها. ونخلي بالنا في حاجة، في ما بين الأسنان بتاعة الثريد ما بين كل سنة وسنة قلنا مسافة اللي بنسميها عندنا البيتش. المفروض ان البيتش بتاعت المسمار زي البيتش بتاعت النط، تمام؟ مش هيعرف يخش جوه بعض، تمام كده؟ اوكي. طيب انا ما باجي بقى سين عايزه دلوقتي اعمل ايه، الثريد دلوقتي بتاع البولت ده، فاروح اجيب سوري الثريد بتاع النط، فاروح اجيب عندي التابس، السيت بتاع التاب اللي انا عايزاها، الديامتر بما مكتوب عليها مثلا 12 ملم ديامتر، اوكي 12، وجنبيها مثلا كده ايه واحد. ال 12 دي هي الديامتر خلاص. لو انا بتكلم مثلا على البولت ده الديامتر بتاعه هو ال 12. طب امال ايه ال 1 ده؟ ال 1 هو البيتش اللي هي المسافه ما بين الايه التوس بتاعه الايه الثريد، او السنه والسنه بتاعه الثريد خلاص. طيب التاب ده عامل زي ايه؟ عباره عن لو بصيت له كده، لو هو بصيت له بالفعل هو كانه زي عامل زي مسمار، بس في ايه بقى، في جروف كده في النص صح، في كل كده شكله. لو جينا بصينا في صوره، أيوة. بس انا شفتها تقريبا، ثواني ابص اجيب لكم صوره ثانيه. لا مش موجوده، كان في صوره كنت حاطاها كروس سكشن بتاع. فهو عباره عن ايه الشكل ده كده، كانه حاجه مربعه وعاملين لها ايه، شايلين ما بينها وبين بعضيها جروف بالشكل ده
خلاص. طيب نيجي عندنا بقى ايه اللي بستعمله. انا عندي ثلاثة، في عندي الستارتنج اللي هو بسميه عندي التيبر تاب، بعد كده في عندي الانترميديت، وبعد كده في البوتمينج. خلاص، واحد اتنين تلاتة. طيب ايه الفرق ما بينهم بين بعض؟ لو جينا بصينا كده، هل التلاتة زي بعض ولا في ديفرنس؟ في ديفرنس. ايه الديفرنس؟ الاولاني في مهم التاكله شويه. حلوة. اقول لكم على حاجه بقى عشان الناس اللي ايه، انت واضح ان في ناس خدت وفي ناس لسه ما خدتش، فانا مش عايزه اللي ما خدوش ما يفهموش. قول حاجه لطيفه، لو انت جبت دلوقتي هول، مش مظبوطه قوي الرسمه دي، 10 ملم او خلينا نقول 12، وجبت رود 12 ملم، سهل ان يخشوا في بعض بسهوله؟ سهل قوي انك تدخله؟ مش مضمون، هتقعد تحاول كذا مره لغايه لما يخشوا في بعض، صح؟ طيب عشان نحل الحكايه دي، خلينا كده مبدئيا احنا ايه، شلنا كام نمبر اوف كاتنج توز من قدام اللي هما مثلا 3 او 4. اوكي، الحته دي سميناها عندنا ليد. طيب ده في اول واحد. طب ما بالك بقى لو قلت لك ان الرود ده 10 او 12 والهول دي 10 مللي، هينفع يخشوا في بعض؟ ده 12 لا. وده 10 لا ينفع؟ لا. هسألكوا سؤال تاني، هو أنا لما أجي أنا عايز أعمل دلوقتي نوت، أوكي؟ النوت الديامتر بتاعي الداخلي، أوكي؟ ال 12 والبيتش بتاعتها 1 مللي، يعني لو جبت فيرنير كده ودخلت قست من عمق السن للسنة بتاعتي هيطلع ال 12. طيب ينفع أنا أجيب له الهول من البداية 12 مليمتر؟ لا. ها؟ هيخش يشيل منين؟ هيرموف الميتل ده منين؟ مش هيرموف حاجة، هو 12 والفتحة 12، هيشيل حاجة؟ لا. طيب نفهم بقى دلوقتي عندنا اللي بيحصل، ان انا ايه بتكلم على حاجة internally. ادي عندي work piece اهي، عملت فيها هول كده، المفروض ان التاب ده لما يخش يبتدي يرموف ميتل من الجناب، صح كده؟ عشان يعلم يمارك الايه، الاسنان بتاعه السرت، يبتدي يشيل حاجات بسيطه كده. انا مش عايزه ارسمها لكم فيو لان انتوا واضح ان انتوا لسه ما خدتوش درونج. فيبتدي ايه، يشيل من الماتل اللي جوه ده. طب ازاي هيشيل وهو نفس الديامتر؟ صح. فدايما بخلي لو انا عايزه اعمل انترنال سرد، الهول بتاعتي لسه عن الديامتر اللي انا عايزاه، يعني انا عايزه الديامتر بتاعي يبقى 12 ملم، البيتش بتاعتي 1 ملي، بجيبه 10 ملم خلاص. وبعد كده اجيب الايه، الفيرست ستيب. الفيرست ستيب ده عادي مكتوب عليه 12 و1 ملم، هيبتدي انا بمسكه عندي بهولدر كده برانش زي اللي احنا ماسكينه ده، ونبتدي نعمل ايه، نبتدي نعمل سيركل كده سايكل ونرجع لفه ونرجع. اوكي، طيب اللي بيحصل هنا في الحاله دي ان انا الفيرست ستيب ده الاسنان الدبس فيها كمان قليل، والبارت اللي قدام اللي هو عنده الليد ده كبير، يستارت ان هو يجو انسايد ويبتدي يعمل ماركينج للاسنان بتاعتي، يبتدي يشيل كميه من الميتل اللي عندي فين في الهول خلاص، ويظهر عندي التشاب ده كده. عشان كده الجروفز اللي ما بينهم بين بعضيهم دي عشان دي جت ايه، تيزي ريموف التشاب او يعني الايه، المنطقه بتاعت عمليه القطع. بعد ما خلصت ده بقيت الايه، الانترميديت. الانترميديت النمبر اوف كاتنج ايدجز اللي قدام اللي هي از نوت ابير او اللي هي متاكله من قدام مثلا سنتين، اوكي، يجي يخش يعمل لي دبس اكبر للسنه خلاص كده، دبس تاني، واضحه؟ طيب بعد كده اشيل واجيب اخر واحد، اخر واحد هلاقي هي جاست وان ديس واحده، فيخش بقى يديني يعمل لي فينيشنج، ويبتدي بقى في الحاله دي اقدر ارسم لكم شكل الايه، الثريد بتاعي اهو شكله كده. يبقى الثريد بتاعي لو جيت بصيت دي الدوتد لاين دي عشان ده ثريد داخل. اوكي، فاجي انا عندي دلوقتي بقى انا لازم استعمل ده الاول وبعدين ده بعديه وده بعديه. هنا حكايه ان انا ليه الدايمتر دايما بتاع الهول اصغر شويه؟ ايوه تمام. ما ينفعش اجيب حاجه يعني هشيل منين؟ ما هو لو نفس القطر هتشيل ميتال منين؟ انت بتكرييت ثريد داخلي خلاص، بتشيل ميتال من جوه، لازم يبقى في عندك سكس. وعشان لما اجي اقيس انا عندي بفيرنير او بقيس باي وسيله ما، بيقيس لي منين؟ ادي السنه اهي جوه كده والسنه الثانيه كده، هو بيقيس المسافه دي، هي دي 12 خلاص تمام. تمام اوكي، والبيتش طبعا احنا عارفين. طيب ده عندنا بقى ايه، طب انا عايز اعمل البولت ده،
عندي ماتيريال، عندي رود، والرود ده اوكي من نفس الماتيريال اللي انا عايزاها، وما عنديش ماشين اعمل عليها الكلام ده، ثبته فويس وتعالى هات الثريد داي دي، برضو دي معموله هاي سبيد ستيل مكتوب عليها بيتش ودايمتر معينين، اوكي، وابتدي اعمل لها ايه، اثبتها. بس دي بستخدمها وانس، يعني بستخدم واحده مش بستخدم كذا واحده. هنا دي بنفسك انت هتجيب القطر مثلا 12 وعادي انت بتخش بتشيل بتريموف المتر بيطلع لك، لو جبت الايه الفيرنير كده وقست بص ليه الديامتر بتاعك 12 والبيتش بتاعتك اللي هي الايه 1 ملم. ده معمول عندي من ايه، من هاي سبيد ستيل، اوكي. ببتدي انا بستعمله، بنلاحظ هنا ان في سبيس ما بين كل، في زي عامله زي ايه بالظبط الورده كده، في هنا كروف برده ما بينهم بين بعضيهم، ليه مش معموله زي نوت بس عشان تسهل برده للتشاب ان هو يطلع له ايه ريموف اواي من على الايه من على التو بتاعي. خلاص، طبعا ادي عندنا الرينش اللي بنستعمله، دي الداي ستوك، سوري ده الداي ستوك. هنا نلاقي ان انا عندي مثبته الرود اللي انا عايز اعمله بولد في فايس، ويبتدي يعمل هنا راوند كده ويرجع هاف راوند ويرجع وهكذا، اوكي. فده بنقول عندنا يبقى الثريد كاتنج داي دي اللي هتعملي الاكسترنال ثريد، بينما سيت اوف تاب هي اللي بتعملي الانترنال ثريد. طيب الورك بيس بتاعتنا اتفقنا بنثبت الاداه التول بتاعي في ايه، وبنثبت الورك بيس في ايه. الورك بيس هنا في الحالات بتاعتنا بتثبت في فايس، موستلي الفايس بتاعتنا هتبقى اقرب ما يكون للشكل اللي قدامي ده، اوكي، او شبه دي. لكن دي بتاعه الدرالينج، دي بتاعه الاخشاب، دي بتاعه حاجات ثانيه ميلينج وكده، يعني هنلاقي شكل الفايس اللي احنا شفناه هيبقى شكلها عامل زي ده، اوكي. معلش احنا مش يعني مش هندي شويه بريك نخلص ورا بعضيه، لان احنا قعدنا تقريبا 9 وثلث لازم نكون مخلصين. يا احمد، يا محمد ولا احمد انا نسيت الليدر بتاعكم. أيوة هنا احمد. احمد ايه، محمد وحيد، محمد خالد، محمد خالد. طيب محمد، كلمت محمد ماهر؟ ان شاء الله النهارده الساعه 4 ان شاء الله انا اروح الكليه واكون رجعت باذن الله من 4 ل 4 ونص، مش محتاجين وقت كتير. انتوا خلاص تقريبا هتبقوا برضه بتستعدوا انكم عايزين خلاص تعبتوا وعايزين، بس تاني هيبقوا روحوا. ايوه قال لي تمام. طب خلاص، يبقى انا هسكدول الميتنج ده قبل ايه، بعد ما اخلص معاكم 4 ان شاء الله 4 ونص. عايزه الليدرز بس، ويا ريت نبقى ناس مركزه. تمام خلاص، عشان مش كل واحد يقابلني في الكليه يقعد يقول لي ايه عايز اسال على المشروع ده. انا 700 واحد هجيب لكم وقت منين؟ الطبيعي ان احنا الليدر ده فاهم، هو اللي بيمشي الناس ويوصل المعلومه لزمايله. وقلت في المحاضره طبعا باني بهواد ما بيحضروش المحاضره، وعدد الحاضرين مثلا 150 من 300، ده انجاز كبير قوي، متشكرين. فطبعا الباقيين اللي هم بس معوش وبيستعبطوا كانوا في الكليه برضو بيستعبطوا عادي، فانا ماليش دعوه بيهم، انا هكلم الايه التيم، هو اللي يوصل الليدر، هو اللي يوصل الكلام ده. يا واحده افتح سلايد ثانيه. وانا عندي سؤال، هو ايه المشكله في ان انتوا تحضروا المحاضره ده انتوا في البيت؟ يعني في الكليه الناس بتقول اصل احنا ما لحقناش والصبح الدنيا زحمه وما اعرفش ايه، ايه اللي سبب ان الناس مثلا ما تبقى الصبح مش موجوده في البيت تروح حته تانية؟ اظن بيبقوا نايمين عادي. عادي عادي، المهم نايمين عادي زي عشان المحاضره متسجله ففي ناس. لا عادي، انا امبارح على فكره قفلت التسجيل وممكن اعملها دلوقتي، اوكي. ما تزعليش حالا، نوقف نسجل الصوت، نوقف. يا دكتور بس انا محتاجه ارجع له تاني بس الحاضره يعني. لا لا لا، ما بترجعلوش تاني ولا حاجه، انت قاعده مركزه معانا. شكرا يا دكتور. العفو، خليكي معانا يا دكتور. ما في يعني انا بحب اتفرج على المحاضره مرتين. ثانية واحدة، هو يعني ساعات مثلا معلومة وقعت مني مثلا بعدها تاني. ثانية واحدة، هو الطبيعي والنورمال، خلينا نتكلم عن النورمال. هو انا لما بخش اديك محاضرة في الكلية، هو مش انت خدت المعلومة مرة واحدة ولا انت ايه ده؟ على فكرة قاعد تعيد وتزيد، دي مش حلوة يعني. يعني يمكن لو قلت لي حل تاني ان مثلا اصل النت قطعت وحضرتك بتتكلمي وما سمعناش تمشي اصدقها، انما كنت تقول لي اصل انا بعيد وازيد في المحاضرة، هي مش اصلها مش فيلم. دي مصيبة على فكرة، انت بتضيع وقتك والله، تضيع وقت انك تقعد تعمل كده. يعني انا فعلا ما بسجل مش عشان اللي انتوا بتقولوا ده، على اساس ان المحاضره ممكن وانا شغاله حد النت عنده تفصل، حد من اللي حاضر، انما اللي نايم عشان يصحى يسمع الريكورد لا يسمعه متقطع بقى. شويه ممكن نسجل بس مش هتطلع كامله.
لكن ما فيش حد فيكم يعمل الحركة دي، خطيرة جدا على فكرة. تقعد تسمع ساعتين تاني ده تضييع وقت. وبعدين أنا ممكن أقول حاجة مش عارفة يعني، ممكن أقولها تاني، ممكن أقولها في محاضرة وأقولها في محاضرة تانية، يعني ممكن هنا تبقى مختلفة عن اللي قبليكم. أو في حاجة تانية على فكرة عايزة أنبهكم عليها، المحاضرات اللي بتتقال في الكلية وفي ناس عشان عايزة تقعد تسمع تعيد تاني، بتروح جايبة من على اليوتيوب بتاعة سنة 20 مثلا أو بتاعة السنة اللي فاتت. خلي بالك إن كل مرة، كل سمستر، يعني السمستر ده ممكن السمستر التاني تلاقيه ضفت حاجة ما كانتش موجودة في اللي قبليه، أو في حاجة مثلا قلناها بشكل مختلف، فدي مسؤوليتكم. بس عشان اكتشفت إن في حد بيعمل الحكاية دي، الأولانية دي كان ليها ظروفها خالص، واضح؟ بس ظهرت السلايد قدامكم خلاص؟ أيوة حلوة. احنا التيرنينج، عشان التيرنينج ده المفروض ان شاء الله احنا الاسبوع الجاي لسه هنكمل الهاند بروسيس والويلدنج في الوركشوب. المفروض ان احنا ان شاء الله في تريننج للتيرنينج الاسبوع اللي هو اللي بعديه اللي هو في بدايه الاعياد وكده. فالمفروض التيرنينج دكتور منصور اللي هيديه على فكره، بس انا هبتدي في المقدمه بتاعه الماتيريالز وحتت معينه كده في الماشينينج، وهسيب لكم بقيه الايه المحاضره، بس بحيث ان انتوا لو ابتديتوا ان شاء الله يبقى على الاقل معاكم انفورميشن ان انتوا تفهموا الموضوع، لان عمليه التيرنينج دي بدايه الماشينينج دي، وبنعتبر ان التيرنينج ماشين دي ماذر اوف ماشينز، يعني هي دي حقيقي اساسي. فهمت التيرنينج هتفهم بقيه العمليات، ما فهمتش شكرا، غالبا الدنيا هتبقى معاك صعبه. فانا بقى مش جاي اتكلم على التيرنينج بس، انا اتكلم على البيزس اللي احنا عايزينك تعرفه. اوكي طب نيجي عندنا احنا، طبعا السلايدز الاولانيه دي اللي هي بتاعه السبتراكتيف والكونتينوس والاديتيف والكلام ده انا قلته من شويه، والتاني مش محتاج ان انا اعيده تاني. اوكي نيجي نتكلم على الكلاسيفيكيشن بتاع عمليات الماشين. احنا بنقسم الماشينينج بروسيس بقى لحاجات، اللي هو ايه الماشينينج اللي احنا قلنا عليه ده على ماشين مش اليدوي، اليدوي خلصنا منه خلاص. فقلنا في عندنا بنقسم حاجه اسمها تراديشنال وحاجه بيسموها نون تراديشنال، مره يسموها ادفانسد ومره يسموها ده يسموه كونفنشن والتاني يسموه نون كونفنشن. المهم خلينا احنا نقول عليه تراديشنال ونون تراديشنال. اللي احنا هنشتغل عليه معاك طول الايه الاسابيع اللي جايه دي اللي هو التراديشنال. ايه النوع اللي هنستعمله؟ اللي هو تشيب ريموفر. يعني ايه تشيب ريموفر؟ يعني انا في عندي متل وهشيل منه الايه، يطلع عندي الشكل الشاب اللي انت بتشوفه ده عشان اوصل للشيب اللي انا عايزه. طب ايه العمليات الاوبريشن اللي احنا هناخدها للشكل ده او البروسيس بتاعتنا؟ التيرنينج بروسيس، الدريلينج، الميلينج، الشيبينج، الايه، دول الثلاثه والاربعه اللي انت هتاخدهم معانا خلاص. دول اللي بيتاخدوا عندي اول بلانينج، دول عندنا بيتاخدوا، دول اسمهم تشيبرون. طب ايه بقى التاني؟ الابريجن. ابريجن زي الحاجه اللي هي بعمل فينيشنج، بس بايه؟ فاكرين عارفين الجرايننج بيبر؟ عارفين ورقه الصنفره؟ انتوا مش فاهمين الحاجه دي بالظبط بتستعملها ليه؟ بتستعملها عشان تغير شكل حاجه عندك؟ لا يعني مثلا اكون مديك حاجه نعمل سكوير تشيل تعملي فيها سلوت بالصنفره، ولا بتعمل لا ايه؟ بنعمل ايوه، يعني انا عندي ورك بيس طلعت من تيرنينج، ورك بيس طلعت من دريلينج، ورك بيس طلعت من ميلينج، وعايز اعمل فينيشنج للاوبريشن اللي انا عملتها، فبستعمل الابريشن ماشين، الحاجات بتاعه الماشينز دي اللي هي زي الجرايندنج زي اللابنج زي الهونج اللي انت هتاخده معانا، حاجه اسمها جرايند اللي هي بعمل فينيشنج للاوبريشن اللي عندي، لكن مش بعمل عمليه، مش بعمل قطع، مش بعمل شكل معين جديد. اوكي النون تراديشنال دي حاجه هنسمعها ايه في اخر ليكشر كده، هنتكلم عندنا على عمليات القطع التام سواء بالابريشن او الايروجن، الاي دي ام او حاجات زي الووتر جيت وكده. الابريشن اوكي، الابريسيف ووتر جيت اكزامبل ليهم، وهنوريك فيديوهات. في بعض حاجات عندنا موجوده في الورك شوب ممكن اوريها لك، بس زي الليزر بيم ماشينينج وكده ممكن اوريها لكم. اوكي بس لو في وقت، لان طبعا للاسف الترم صغر. السؤال، انتوا عندكم حاجات هيومانتي؟ عندكم بتاخدوا مواد الترم ده اي اس يو؟ اه مادة بتاخدوا مادة ايه سيو الانفيرومنتال دي اسمها ايه دي؟ فاندمنتالز دي معدي امتحان بتاعها امتى؟ تقريبا 4/6 حاجة زي كده. 4/6 لا ده المفروض ان هي في الاسبوع، المفروض ان هي في الاسبوع بتاع 29 ولا انا بتهيألي؟ تمام هنشوف الحكاية دي، بس عشان احنا كنا مرتبين ان احنا المشروع هيبقى في الاسبوع اللي هو الحاجة وعشرين الاخرين خالص. اوكي ماشي. طب هبص انا برضه في الجدول عشان احنا ايه، لان ده هيتسبب دربكه ليكم، هيبقى اسبوع بدري تسليم المشروع فهيفرق معاكم، بس اعتقد ان المشروع مش هيعمل لكم مشكله لو جيتوا سلمتوه حتى ومشيتوا. تمام طيب نيجي عندنا نتكلم بقى على ايه، يبقى ده التقسيمه بتاعه الايه، ان احنا نبقى فاهمين احنا بنتكلم على ايه.
خلاص. ليه بقى فتحت ريفرنس عشان تبص على الحاجه لقيت كل دول مكتوب عليهم ماشينينج؟ طب انا هتلخبط، هو انا كل ده بيدوني؟ لا طبعا احنا مش بديك كل ده، احنا بنديك على فكره الاساس ده اللي هو الطبيعي العادي الكونفنشن ده عشان تفهم، تشوف تول، تشوف تشاب بيتشال، تشوف بروسس بيطلع قدامك. لكن لما انا اجيب لك حاجه قدامك بص ليه فجاه اتقطعت، انت لا شفت تول ولا فهمت فكره ولا فهمت حاجه. واولا دول على فكره حاجات ايه يعني ادفانسد شويه، صعبه في فهمها عن دول، ومحتاجه شخص يبقى فاهم، فانت لازم تتعلم صح. طيب نيجي عندنا بقى الماشينينج بتاعنا اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو بتاع تشيب ريموفال ده، هنقسمه لك نوعين كده كويس بنسهل عليك هو عشان ما تتلخبطوش. في عندي النوع الاولاني اللي هو روتيتنج تايب، وفي عندي نوع الريسبروكيتنج. طيب ايه الريسبروكيتنج تايب والروتيتنج تايب؟ في عندي اتنين، انا عندي حاجتين، عندي لو ورك بيس لا عندي تول صح. في اي حاله من الحالات عندي ورك بيس وعندي تول، هنا اما في روتيتنج ورك بيس او في روتيتنج تول. هنا في عندي reciprocating tool او reciprocating work piece. يعني reciprocating يعني حاجه بتروح وبترجع، تحرك حركه ترددية كده رايح راجع رايح راجع، تمام فهمنا. طب يعني ايه حاجه بتدور؟ حاجه بتلف. طب مين ممكن يبقى في الحاجات اللي انا وريتها لكم من شويه عمال اقول turning drilling مش عارفه ايه، مين في الورك بيس فيه بتلف؟ انتوا خدتوا معانا قبل كده turning في الاخشاب صح؟ ايوه مين اللي بيعمل rotation؟ مين اللي كان بيحتاج روتيشن؟ ايوه مين اللي كان بيحتاج روتيشن؟ هو ورك بيس. حلو قوي، يبقى الورك بيس بالفعل في حاله التيرنينج. حتى لما نيجي نتكلم على التيرنينج ماشين اللي هتقطع عندنا في المات العادي في عمليه الماشينج العاديه، هنلاقي التيرنينج ماشين هي الورك بيس فيها اللي بيحصل لها روتيشن. طيب مين بقى في الحاجات الثانيه؟ كلكم شفتوا الايه؟ شنيور صح؟ اللي هو البورتبل درايل شفتوه؟ تمام ايوه. بتشوفوا الاداه اللي بتقطع هي اللي بتلف صح كده؟ صح ايوه. حلو، يبقى انتوا مش فاهمين، شفتوا حاجه من دي. يمكن التاني اللي هنتكلم عليه ده الريسبروكيتنج ده غالبا ما شفتوش. اوكي يبقى انا دلوقتي عندي، انا لما اجي دلوقتي اديك اي بروسيس اقول انا كده مع نفسي انا هعرف مين هنا اللي بياخد من حركه ايه القطع الكاتنج سبيد، مين اللي بيعمل كذا. طب نوع الكاتنج سبيد ايه؟ روتيشنال ولا لينير ولا لينير ريسبروكيتنج وهكذا. خلاص يبقى احنا دي طريقه عشان نبتدي نتعلم صح. هنا عندي ريسبروكيتنج، عندي الشيبر والسلوتر، مين دول؟ ما تعرفهمش. اوكي عندي هنا الريسبروكيتنج ورك بيس حاجه اسمها البلاننج ماشين، طيب برضو لسه ما تعرفهاش، هتعرفها معايا. نيجي بقى لحاجه لطيفه، التيرنينج تول او عموما مش التيرنينج تول، التول بتاعه الماتيريالز بتاعه التولز اللي احنا نسمع عنها طول ما احنا بنعمل عمليه الماشينينج بروسس، سواء بتكلم على التيرنينج بتكلم على مينينج ماشين بتكلم على شيبنج بتكلم على الحاجات دي. ايه تايب اوف ايه ماتيريال بالتول ماتيريال بتاعتي؟ احنا كنا عاملين في الهاند بروسيس نقول لك ده هاي كاربون ستيل، لا ده هاي سبيد ستيل، مش عارفه بس التاب والداي دول هاي سبيد ستيل، بقيه الحاجات كلها عاملين نقول لك ايه هاي كاربون ستيل. طب بالتاكيد عشان انا اعمل عمليه ماشينينج، عمليه الماشينينج دي فيها سرعات وحاجات بتلف بسرعه وكده اوكي، وعايزه اخلص بسرعه، عايزه برودكشن ريت سريع، فلازم يبقى في عندي حاجه تستحمل. انت التول والورك بيس دول دايما ان كونتاكت مع بعضيهم صح؟ فمع الوقت المفروض يحصل ايه؟ هيحصل وير. يبقى اول حاجه لازم اجيب ماتيريال عندها والريزستان عالي خلاص. إيه لازم التول ده كل شويه هيجي الورك بيس بتلف والتول يجي يقرب جنبي، فبيحصل ما بينهم ايه يعني بيخبط فيها بسيط، فممكن برضه لازم عنده طفنس. حاجه كمان لازم يبقى عنده سترنس، حاجه اهم لازم يبقى ما بيحصلوش كولوجن صح. ما انا ما اجيبش التول النهارده وبكره الاقيه حصل له رست. اوكي فبص الاقي حاجات كتير جدا هتلاقينا ايه محتاجينها في التول ماتيريالز بتاعتها. طيب فايه انواع التولز بتاعتي اللي هستعملها مينيمم؟ خلينا نقول بنتكلم على التيرنينج مثلا، المينيمم وهتلاقي برضو في بقيه الماكينات كده، المينيمم الماتيريال اللي انا يوزد فيه العمليات القطع على التيرنينج ماشين حاجه اسمها الهاي سبيد ستيل، وانتوا اوريدي عرفتوه معانا قبل كده في الايه في الماتيريالز صح. هتلاقي بقى عندنا الهاي سبيد ستيل ده بتكلم على ريمر، بتكلم على بتاع ده، على تيب، بتكلم على دريل، بتكلم على ميلينج كاتر، ينفع يتعمل هاي سبيد ستيل، بتكلم على التيرنينج تول. اوكي ادي التول بتاعي ده التول بتاع التيرنينج ماشي. طب ايه بقى الهاي سبيد ستيل؟ قلنا تاني عباره عن كربون ستيل ماشي، نسبه كربون قليله، الميجر الوينج اليمنت عندي هو التنجستن، معاه كروميوم عشان يحسن الكروجن، معاه فانديوم عشان يحسن التفنس. طبعا مش معناه ان مفيش الوينج اليمنتس ثانيه، ولكن دول الميجر بتوع اهم الميجر اليمنت اللي عندي هو التنجس. اوكي واعتقد موستلي بعضكم كان جاي له سؤال في حاجه زي كده فاكره في مش فاكره في كويز ولا في ميد ترم وجاب خلاص. طيب ده بالنسبه للهاي سبيد سي. نعم ممكن ممكن بس حضرتك تسجل الباقي من المحاضره عشان واحد صاحبي النت عنده معلق ومش سامع حاجه. والله عشان صاحبك؟ طب انا اعرف والله فعلا هو بعت لي وقال لي انت عنده معلق. ماشي ماشي يا شهاب.
هما في حبة زادوا، هما كانوا ده زادوا يجي 6، مش معقول صاحبك علق يعني. حاضر هو فعلا بعت لي، انا مش هكدب على حضرتك يعني. خلاص لا والله انت مش بتكذب، بقول لك لا بقول لك هما زادوا، واضح ان هما كانوا في حبة خرجوا ورجعوا تاني يعني. ماشي حاضر اوكي. طيب نيجي عندنا بقى ايه؟ كده دلوقتي احنا اتكلمنا على الايه، على الهاي سبيد ستيل. الهاي سبيد ستيل هتلاقي التول كله معمول بالشكل ده، واي ثينك ان انتوا شفتوه زمان في الماتيريال لما كان بيعمل لكم السبارك، كان ماسك حاجه كده ويقول لك هاي سبيد ستيل، تلاقي لونه كده من بعيد لون زي الايه، زي الستانس. خلاص طيب هو بس ده يعني، هو ده الوحيد اللي هنستعمله؟ لا طبعا في عندنا حاجات تانية، احنا مش في انواع كتير، بس احنا هنتكلم على حاجه تانية وبس وخلاص. في عندنا السيمنت كاربايد. ايه بقى السيمنت كاربايد؟ عشان هتشوفها في الورشه وتبص التول تبقى مش عارف هو ده ايه. تبص تلاقي تول كده عليه حته ايه، سنه كده صغيره، اما مربوطه او اما عامل لها عمليه بريزنج، يعني اما معمول لها كلامبنج او اما معمول لها بريزنج زي كده. ايه التب الصغيره دي؟ التب دي معموله من ايه؟ سيمنت كاربايد. يعني ايه سيمنت كاربايد؟ يعني تنجستن كاربايد مع تانيوم كاربايد مع تيتانيوم كاربايد، ومعمول لهم بوندنج بحاجه تانيه اسمها ايه؟ كوبالت. خلاص؟ ويطلعوا عندي السن الصغير ده اللي هو ده، يجيبوه واما بيعملوا له عمليه يلحموه في الايه؟ في الشنك اللي هو بتاع الميتال ده، اوكي؟ الجسم ده، او ايه يربطوه. طب ده بيتعمل من ايه اللي هو الازرق ده؟ يتعمل من كربون ستيل، انا مالناش دعوه بيه. اللي بيقطع عندي مين؟ السن ده بس. ده بقى فيه ميزه في ايه؟ اولا هو هاردر خلاص، بس ده ما ينفعش تعمل منه التول كله، لازم تجيبه سنه صغيره كده. خلاص التيب دي تتركب كده او بتتربط بالشكل ده، يا اما بتشوفه كده او كده، ده عندنا هتلاقيهم بالشكل ده. اوكي طبعا اللون الجولد ده كوت مالكش دعوه بيه برضه. نيجي عندنا يبقى ده الكلامب تيب، ودي عندنا الايه البريز تيب. ممكن الاقي الشكل ده والاقي الشكل ده، ده سيمنت كاربايد. ايه بقى الميزه اللي عندي هنا لما استعمل السيمنت كاربايد؟ ان انا اقدر لو بتكلم على التيرنينج ماشين، انتوا تعرفوا لغايه دلوقتي التيرنينج اللي شفتوها عندنا زمان، ففاهمين ان انا ايه، ان ايه اللي بيحصل. هي التيرنينج بتاعت هنا اه هتعمل نفس الاشكال والحاجات، بس عندها وظائف ثانيه كتير. اوكي طيب فهنا عندي في التيرنينج الورك بيس بتلف، انا ممكن اخلي الورك بيس تلف بسرعات اعلى وانا بستعمل عندي الايه السمن كاربايد تيب، غير لما اكون بستعمل هاي سبيد ستيل. يعني ايه الكلام ده؟ طب وانا لما استعمل سرعه كبيره ده يفرق معايا في ايه في الاخر؟ يعني ده التكنيشن ممكن المثل يقلب سوفت. لا سيبك من النبي ما تتكلمش من وجهه نظر دي، بتكلم دلوقتي انا كنت شغاله مثلا سرعه قليله بطيئه اكس مثلا، وخليت السرعه بتاعه الورك بيس بتلف مثلا 2 اكس، بلاش اكتر من كده. خلاص تفرق معايا في ايه في الاخر؟ انا اديت الشخص ده حاجه بيعملها لي السيرفس فينش، هي هتخلص البروسيس اسرع، بس في نفس الوقت ممكن تتاخد واحده واحده. انا ما قلتش على فكره، ما قلتش 10 اكس عشان اللي انتوا عاملين تقولوه. اوكي انا بقول دلوقتي السرعه، زودت السرعه شويه، لما زودت السرعه شويه التايم بتاع الماشيننج بتاعي اقل. خلاص فعشان كده انا ايه ممكن الفرصه لو انا اقدر اوصل، على فكره اللي انتوا عمالين تقولوا الماتيريال هتبقى سوفت تبقى مش عارفه رف، الكلام ده محسوب ما بيتعملش كده يعني، قصدي ايه مش هنختار مع نفسينا يعني، انا بتكلم عليه ايه الحاجه المسموح بيها. لو انا بتكلم دلوقتي اهو بصوا الجدول اللي قدامكم ده كاست اير، لو انا بقطع ده لينير سبيد على فكره مش الروتيشن. خلاص بقطع مثلا باستخدام تول معمول من هاي سبيد ستيل، تيرنينج تول معمول هاي سبيد ستيل، السرعه بتاعتي 20 متر بير مينت. لما يوز السيمنت كاربايد اي كان ريتش 160، ده لازم ما يكونش هارمفول على المتر ولا على التول ولا على الماشين ولا اي حاجه. خلاص فبقول لك انت تقدر توصل لدي. طب لما انا اقدر اخلص بدري 8 مرات مش ده يبقى احسن؟ اوكي على فكره في حاجه يمكن انا نسيت اقولها لبتوع زمايلكم بتوع امبارح، لما انا بزود السرعه مش في كل حاجه غلط على فكره، السرعه احيانا انا بعملها في الاخر خالص عشان احسن الفينشنج. انا دي لازم اقولها بس غالبا الدكتور منصور اللي هيقولها، لان انا مش هبتدي اخش في التفاصيل بتاعه الماشين. اوكي طيب فيبقى انا عندي دلوقتي الميزه ان لما بيوز التول بتاعي معمول من سيمنت كاربايد، ان انا اي كان ريتش الايه سرعات العاليه اقدر اوصل لها. ممكن ما استعملش ال 160، ممكن اوصل بس لايه؟ ل 80، انا عايزه 80 بس. اوكي بس انا بقول لك لو انت استعملت ده تقدر توصل للسرعه دي. انت وري ان السرعه بتزود عندك، هتخايف على ان يحصل سوفتنج للتول، مش عارف يحصل سوفتنج للورك بيس. لا الكلام ده طبعا احنا حاطينه في اعتبارنا عشان نعمل الحاجات دي نقللها. هتلاقي في حاجه بتكلم عليها بعد شويه اللي هي ايه بقى؟
طبعا الكاتنج انجل دي قلنا عليها وخلصنا، وخلي بالنا ان الكاتنج تول بتاعتنا في الحاله دي، في حاله التيرنينج وفي حاله الدريلنج والكلام ده، ليها زوايا ثابته، ما بميلش حاجه، ما بعملش حاجه، الوضع بتاعها يعني دلوقتي لما باجي اتكلم على التيرنينج، ادي الورك بيس الفيو الوحيد اللي يوضح عندي الانجلز بسهوله من غير ما تلخبط نفسك، الفيو اللي قدامي ده، دي هنا الريك انجل، دي هنا الكليرنس انجل، خلاص الزوايا كده، التول ثابت في مكانه ودي الورك بيس قدامها، لا في حاجه بتميل ولا حاجه بتتعمل، سيبك من الشيزل انساها خالص على جنب، خلاص. طيب فنفس الفانكشن بتاعت الزاويه دي هي هي. طيب نيجي للريك انجل، الريك انجل دي ممكن تبقى كبيره او صغيره، ممكن يعني في بعض الحاجات زي ما قلت لكم في تشاب بيطلع شكله عامل زي سبايرال كده، وفي حاجات بتطلع سيجمنت صغيره، وفي حاجات بتطلع تشيب زي باودر، فهنا كل ما كان اقدر اقلل الريك انجل اقدر اقللها يبقى احسن اصغرها يعني. فهتلاقي مثلا هنا بيقول لك لو بتتعامل مع كاست ايرون، بتتعامل مع مش عارفه براس، ممكن الزاويه تبقى 0 ممكن تبقى 4 5. تعالى بقى للالومنيوم اللي هي كبيره شويه، انا ما بطلبش انك تحفظوا الجدول، اوكي، ده بس عشان افهمكم ان في ايه فاريشن للريك انجل ديبندنج على ايه، على نوع الماتيريال اللي انا بقطعها، الميتال اللي بقطعها. طبعا السلايد اللي قدامنا دي، دي الريفرنس بتاعك لاي كاتنج انجلز لاي حاجه. يعني ايه؟ يعني انا بتكلم على الشازل، ادي الكاتنج انجلز بتاعتها، بتكلم على الهاكسو، ادي الكاتنج انجلز بتاعته اهي، ما قلتها انا من شويه، ادي الكليرنس وادي الريك. بتكلم دلوقتي على التيرنينج، ادي عندي اهو بين السطح اللي اتعمل له ماشيننج والادج ده كليرنس، نورمال على السيرفيس اللي هو اتعمل له ماشيننج والادج ده، دي الريك انجل. عايزه بعد كده اتكلم على الدريلنج، عايزه بعد كده اتكلم على الشيبر، عايز اتكلم على الميلنج، كل واحده منهم الزوايا بتاعتنا ارجع باك هنا للايه، للفيريوس الكاتنج انجلز بتاعه الايه تول بتاعه. طيب نيجي بقى عندنا الحاجه مهمه قوي، نتيجه ان احنا عمالين نقول مع السرعه وفي فريكشن ما بين التول والورك بيس، واحنا بس وري اباوت الوير، لا طبعا احنا وري اباوت حاجات تانية، ان الفريكشن ممكن يعمل هيت، ممكن ياثر على الاستراكشر بتاع الميتال، ممكن ياثر برده مع الوقت الطويل على الايه، على التول بتاعه او على الكوت والحاجات دي. فقال لك لا احنا هنعمل حاجه لطيفه قوي، حاجه اسمها كاتنج فلويد. الكاتنج فلويد ده يعمل ايه؟ يبقى الفوكس بتاعه كله الاريا اللي هي ان بتوين التول والورك بيس. طيب الكاتنج فلويد ده مهمته ايه؟ مهمته في المقام الاول انه يقلل الفراكشن، فيقلل الوير بتاع التول، صح كده؟ خلاص الناس اللي كانت قلقانه. طب حاجه كمان، انا الكاتنج فلويد مش هيبقى بس لو حط اويل هيقلل، خلي بالكم في ناس لما جت تعمل بالثريد داي في الهاند بروسس، لما كانت تعمل الاوز خارجي حط، لو هو بيعمل بستيل كان بيجيب لك اويل كده عشان ايه؟ يقلل الفراكشن ما بين الثريد داي وما بين الايه؟ الورك بيس بتاعي. طيب احنا هنا الكاتنج فلويد بيبقى عباره عن اويل وفي ميه عشان يبرد كمان، يعني يقلل الفراكشن ويعمل تبريد كولينج لمين؟ للورك بيس والبتاع. لما بستعمل كاتنج فلويد بتنيبل مني ان انا انكريز الايه؟ الكاتنج سبيد والفيد بتاعتي، الفيد ريت. يبقى الفيد دي سيبوها على جنب لان لسه ما فهمتوهاش، هقولها لكم حالا. طيب بحسن السيرفيس فينش، بحسن بقلل الباور كونسمشن، كل ده لما باخد الكاتنج فلويد. طب ايه البروبرتيز اللي انا محتاجاها عندي في الكاتنج فلويد بتاعي؟ الكاتنج فلويد بتاعي اولا ما يكونش حاجه اجريسيف، ما يكونش حاجه كروزيف، يعني ما استعملش حاجه تهارم الماشين او الورك بيس او اي حاجه عندي، خلاص. كمان ما يكونش بيعمل فيومز او فومز، يعني فيومز يعني يطلع ادخنه او يطلع حاجات اثناء ما انا بعمل بيه عمليه قطع، ما يكونش بيعمل له فيبريشن ريت سريع. ليه بقى؟ الكاتنج فلويد اللي هو هيبقى بين التول والورك بيس هنا ده هينزل من الماشين، في ليه بامب اب تطلعه، ولكن في حته ايه؟ فلترنج بتحصل ليه في المكنه ويرجع يريوز ات اجين، يعني ان هو نفسه بيبقى ايه؟ سايكل كده راح راجع. اوكي؟ السايكل دي انا مش عايزه هارمفول، ان انا بقول ايه؟ لو انا بيحصل ايفابوريشن سريع هيبقى عندي مشكله ان انا كل شويه محتاج اجيب انكريز الكاتنج فلويد في الماشين. خلاص؟ فده بنقول لو انا بختار، لو انا بختار نوع الكاتنج فلويد اختار حاجه ستيبل ما يحصلهاش ايفابوريشن ريت سريع. الفومز والفيومز بقول لكم تاني، حتى قعدت امبارح قالها لي اللي هو الرغوه دي، عارفين معجون الحلاقه؟ اللي بيطلع من بتبخه ده كده زي بتاع كريم شانتيه ده، اوكي؟ بقول ينفع تحطه ما بين التول والورك بيس وابقى شايفاهم؟ لا مش عارف اشوف بالظبط، انا مش عايزه حاجه تعمل زي فوم، فعشان كده بقول لك وانت بتختار، لان اي اويل لو بتعمله بسرعه عاليه ممكن تحاول يعمل لك فوم، اوكي؟ طيب ما يعملش ريتيشن للشخص الواقف، يعملوش زي حساسيه او حاجه في الايفل سكان بتاعته، لان كده كده التكنيشن هيشيل الورك بيس او يحطها حتى لو ملوش اي حاجه ثانيه بيعملها. فدي كلها حاجات ايه بنهتم ان احنا نكونسيدر الكلام ده في الكاتنج فلويد. يبقى الكاتنج فلويد ده حاجه اساسيه في معظم الماشينز بتاعتها.
اوكي. لو بتقطع طبعا انتوا بالنسبه لكم لما بتيجوا الورك شوب بيقطعوا لكم الومنيوم، فالالومنيوم بالنسبه له ما بيبقاش لا مستعمل سرعات عاليه ولا حاجه وبطيء، فبيحاول ما بيحتاجش. لو هو بيقطع ستيل بالفعل لازم يعمل الحكايه دي، لازم يبقى عنده كاتنج فلوت. اوكي نيجي بقى عندنا الايه، التيرنينج تول. ادي التيرنينج تول اللخبطه اللي كنت بقول لكم عليها، في هنا عندي تلاقي سايد كليرانس مش عارفها سايد راك، انتوا مالكوش الا بالفيو ده بس اللي انا كنت رسميه، خلاص اي فيو تاني هيبقى فيه لخبطه. طيب نستوعب بقى حاجه عشان ايه وبعد كده هنقفل خلاص، اللي هي ايه التيرنينج تول. هي تول بيعملي ابسط حاجه، ما بتعملش عمليه واحده على فكره. التيرنينج ماشين بتعمل، بنقول عليها مظرف ماشين، زي انها بتعمل عمليات كتيره. هتلاقي بتعمل لك شكل سلندر، بتعمل لك شكل تيبر، بتعمل لي اكسترنال ثريد، بتعمل لي انترنال ثريد، بتعمل لي حاجه اسمها اندر كات، بتعمل لي حاجه اسمها فيسنج، بتعمل لي ايه تاني، بتعمل لي بورينج، حاجات داخليه في الايه في الورك بيس بتاعتنا. فتلاقي العمليات كتير قوي اللي بتتم على التيرنينج ماشين. اوكي بتعمل لي درالينج كمان. طيب نيجي عندنا التول بتاعنا العادي اللي هو التيرنينج تول اللي احنا شايفينه قدامنا ده، ده شكل فيو. الشيء الطبيعي ان احنا قلنا الورك بيس بتلف، فمفروض ان انا اجي على الايه على السهم اللي انا عاملاه ده واحط عليه ان، ان دي اللي معناها ان هي ايه روتيشنال كاتنج سبيد. يبقى الكاتنج سبيد عندي في التيرنينج ماشين اللي واخدها عندي او ايه مين اللي بيتيكت دي، دايما حاجه تحطوها في دماغكم اللي هم ايه بقى البوينتس اللي هنتكلم عليها. نمبر 1 التول بتاعي والنمبر اوف كاتنج ايدجز فيه. اوكي نمبر 2 التول معمول من الماتيريال بتاعته ايه. 3 الكاتنج انجلز، واقدر ريبريزنت الكاتنج انجلز على التول بتاعي او على سنه منه. اوكي 4 الورك بيس بتتفكس ازاي، بتعمل فيكسيشن هولدنج الورك بيس ازاي وفيكسيشن للتول بتاعي ازاي. انا عندي على التيرنينج ماشين في طريقتين لتثبيت التول. اوكي طيب في حاجات تانية بعد كده تثبيت الورك بيس، على فكره هنا ليه كذا طريقه. اوكي طيب بعد كده الاوبريشن اللي بتتم على كل عمليه، يعني انا التيرنينج ماشين ايه الاوبريشن اللي ممكن اطلعها منها، اعمل ثريد، اعمل سلندر، اعمل شكل تيبر شيب، اعمل لنا الحاجات دي كلها. اوكي طيب في كمان حاجه اسمها كاتنج موفمنت اللي هم دول دلوقتي اللي انا بتكلم عليهم، من غيرهم لما بترسم اي رسمه اي اوبريشن ما بنقول لك بنشطبها. خلاص المقصود لما اجي اقول لك ارسم لي اوبريشن على التيرنينج ماشين اللي هي اللقطه دي بس، مش المكنه والتول وفين والورك بيس. لما اقول لك مثبت الورك بيس ازاي، الفيكسيشن بتاع الورك بيس ترسمه لوحده خلاص، لكن ما اجيبش الماشين بتاعه التيرنينج دي كلها واحط هنا اقول لك انا بوريك العمليه، لا طبعا ده الماشين دي كبيره جدا. طبعا الاجزاء بالتفاصيل دي هتاخدوها في ايه في التيرنينج بتاع الماشين في التيرنينج بروسس. طيب اول حاجه عندنا قلنا في التيرنينج ان الورك بيس اللي بتاخد حركه الايه الكاتنج سبيد اللي هي الان اللي هي روتيشنال كاتنج سبيد. طيب التول بيعمل ايه بقى، احنا خلي بالك دايما نقول الكاتنج موفمنت مين ومين ريسبونسبل عنها، مين المسؤول بيديها. فانا عندي في الورك بيس بتحصل لها حركه الايه الروتيشن اللي هي الان. طيب التول بتاعي في عندنا عمليتين، بص خلينا في اليمين وننسى الشمال دلوقتي. انا معايا ورك بيس كده كان القطر بتاعها مثلا ساي 50 مليمتر ديامتر، وبعدين جيت قلت لك انا عايزه ايه جيت الديامتر بتاعي ده اخليه 48 تمام. فالتول بتاعي كان واقف هنا، المفروض يبقى واقف هنا بره بعيد كده، وبعدين المفروض الورك بيس دي بتبتدي تلف. السؤال كده انا المفروض اخش بالتول بتاعي مسافه قد ايه، ده السنتر لاين بتاع الماشين. وخلي بالك ان السنتر لاين بتاع الماشين ده او بتاع الورك بيس ده مهم بالنسبه لنا قوي. اوكي التول بتاعي واقف، المفروض التول يخش مسافه قد ايه عشان يشيل ويوصلني لل 48. في ايه؟ هو مش هيخش ال 2 مللي بس اللي هو عاوز اقصرهم. طيب دخلت من هنا بالتول بتاعي، جبت التول هنا وقف دخلته 2 مللي زي ما انت بس مللي واحد. ليه بقى؟ لان ساعتك هي بتلف، فاللي انت بتشيله انت بتشيله من ناحيه الريدس هتوصلها 46. فزي زميلكم قال انا بخش 1 مللي، فالمفروض ان انا اجيب التول بتاعي هنا كده بره بعيد، يبقى واقف على عمق ايه مسافه يسيب هنا ايه 24 وهنا 24، يبقى كده انا وصلت للايه ال 48 بتاعتي. فده التول بتاعي خلاص زي كده، نقول ده كده خد الايه ده ال 1 مللي مثلا تمام. طيب يبقى اللي انا عملته ده ال 1 مللي اللي انا دخلته ده هو ده بنسميه عندنا حاجه بنسميها الدبس اوف كات. يبقى اللي انا رسمها ده حاجه اسمها ايه اللي هي الدبس اوف كات خلاص. طيب دلوقتي انا جيت قلت لك انا عايزه الديامتر اللي هو يبقى 48 ده المسافه او طول 30 ملم، يعني عايزاك توصل لي الديامتر ده اللي انا عايزاه 48 ده على لينس طوله 30 ملم. التول بتاعي كان واقف هنا بره،
ودخل بس الايه ودخلته الدبس اللي هو 1 ملم. خلي بالكم ان الفيو ده انت باصص للماشين من فوق، مفيش حاجه تحت وطالعه نازله. يعني ايه؟ اجيب لكم المكنه دي. المكنه دي هنا كده شغاله وانا باصه من فوق، تمام. نرجع بقى. فجيت هنا عملت الايه الدبس في كات 1 ملم. اوكي السنتر لاين بتاع الماشين وبتاع الورك بيس هو ده. اوكي فدلوقتي انا عايزه اجيت الايه ال 30 ملم تتعمل. الطول بتاعي يمشي من هنا لهنا، ينط بقى ولا يجري ولا يعمل ايه؟ ولا يمشي بالراحه ولا مين اللي يقول له يمشي ازاي؟ ممكن الشخص اللي بيمسك ماسك الورك بيس ممكن يحرك الورك بيس او ممكن يحرك نفس ال. حلو قوي، خلينا نتكلم بقى في حاجه لطيفه. انت قلت حاجه لطيفه قوي، الورك بيس يحركها للتول او التول يحركه للورك بيس. احنا عندنا الورك بيس في حاله التيرنينج كل اللي ربنا بيقدرها عليه انها بيحصل لها روتيشن بس، ما تقدرش تروح ولا تيجي. يبقى مين لازم يتحرك؟ يبقى الورك بيس بس لازم تتحرك. الورك بيس بتحصل لها روتيشن. انا عايزه اجيب الديستنس دي معموله، يبقى هو المكنه نفسها هي اللي بتتحرك. هو بيبقى مين؟ انا ماليش دعوه بالمكنه، مين اللي هيتحرك دلوقتي؟ اسمه ايه ده؟ التول. التول تمام كده، حلو. طيب التول ده يمشي بقى ينط كل دقيقه كده، ينط 2 3 ملي ولا يمشي بالراحه ولا يمشي بطيء؟ ده اسمه الفيد. ايه الفيد على بقى؟ حسب الشكل اللي انا عايز اعمله في لا لا اهدى بس اهدى، استهدى بقى بالله، اهدى كده واسكت بقى ثواني. طيب الفيد ريت ده ايه بقى؟ ايه الفيد ده؟ هقول لكم على مثال لطيفه. انت داخل من بوابه الكليه لبوابه 3 وعايز تخش عندنا الباب بتاع الورشه، صح؟ الاوبجكتيف بتاعك باب الورشه. اوكي هتمشي جنب جنب السور بتاع الايه الورك شوب. اوكي دخلت من باب الورشه، قدامك حاجه من الاثنين، والله لا تخش تجري من باب الورشه من باب الكليه من انترنس هو بوابه 3 ده لغايه لما تجيت الايه الدور بتاع الورك شوب بتاعك، او تمشي بالراحه، صح؟ الاوبجكتيف بتاعك انك عايز تعمل اللينس ده وهتمشي ملامس للحيطه بتاعه الوركشوب، تمام؟ يعني زي هنا، هو هنا دخل وقف ال1 ملم اللي شاله وقف هنا. طب عشان يجيب ده هو ده المسافه، كانه دي بوابه الكليه ودي الايه المكان اللي عايز يخشه. فانا ده امشي ازاي؟ امشي بالراحه ولا امشي ببطء؟ ليه رتم محدد؟ يعني ايه؟ يعني ما ينفعش القلم يكون واقف هنا وفجاه ينط يبقى هنا. عارف ده يعمل لك ايه؟ يعمل لك سطح عامل كده. احنا عايزين السطح بتاعنا يبقى عامل كده. دي 48 ودي 50، دي 48 ودي 50. ده طبعا عايزينه يبقى ايه كله 48، ويبقى الرفنس بتاعته اقل ما يمكن. يبقى لازم نخلي الفيد ريت بتاعنا بطيء. يعني ايه الفيد ريت بطيء؟ يعني التول بتاعي لما يتحرك من هنا للنقطه اللي بعديها يبقى المسافه صغيره. يعني التايمنج، يعني المليمتر اللي اتحركها بير سكند او بير مينيت او بالريفوليوشن بتاعه الورك بيس قليل، عشان ما تطلعليش ماشينينج ماركس على السيرفيس وحشه. خلاص يبقى كلمة الفيد ملهاش علاقة لا بالكاتنج سبيد ولا بالدبس اوف كات. الدبس اوف كات انت حاجة خلاص حددتها وماشي ثابت عليها لغاية لما تجيب لك الطول اللي انت عايزه ال 30. انا هجيب الطول اللي انت عايزه ال 30 ازاي؟ ان الطول ده كل دقيقة حركه مسافة محددة. خلاص يبقى الفيد دي مليمتر بير مينيت او مليمتر بير ريفوليوشن. وصلت؟ تمام تمام واضحة؟ هي طبعا هتبان اكتر لما تروحوا الورك شوب وتشوفوا الكلام ده. طيب يبقى دلوقتي عندنا كلمه فيد ما هيلهاش علاقه بالدبس اوف كات. طب هتقول لي امال ايه الرسمتين الغراب اللي قدام بعض دول؟ ازاي هنا فيد معموله كده بارل وهنا فيد معموله عمودي؟ احنا عندنا التيرنينج ماشين في عندي تو اوبشن. في عمليات انا عندي الماشين بتاعتنا اهي ليها سنتر لاين، تمام؟ في سنتر لاين في الماشين اللي هو ما بين الايه طالع من العمود بتاع المكنه، ده السنتر لاين بتاعها. في عندي بورتس في الماشين تقدر تحرك لي التول ده لبارل زي ما انا رسمه كده، يا اما تحرك التول نورمال على السنتر لاين، على السنتر لاين حتى بتاع الورك بيس. دي اوبريشن، في عندنا ثلاثه اوبريشن على التيرنينج ماشين بعملهم، لازم حركه الفيد بتاعتي تبقى نورمال. يعني ايه الفيد نورمال؟ تقول لي ده انت ملخبطين، اقول لك لا ولا حاجه. طالع لي بدل ما اقول لك اعمل لي الديامتر قليله اقول لك السطح ده رف كده سيء، جاي لي سطح سيء كده. خلاص وانا عايز انعم السيرفس، عايز الفرونت سيرفس ده او بنسميه عمليه فيسنج او بيسموها خرطه وجهيه، انا عايز ريموف الطبقه دي خالص. ففي الحاله دي حرك القلم ده الدبس اوف كات بتاعي. طب وانا عشان اشيل الطبقه دي مش لازم اوصل للسنتر لاين، صح؟ تمام حلوه. ففي حاله الفيسنج دي كاوبريشن انا بنيد ان انا التول بتاعي يتحرك نورمال على السنتر لاين بتاع الماشين. ففي الحاله دي حركه الفيد هي دي
والدبس اوف كات اللي هو الايه ده اللي هو العرض بتاع الحته اللي احنا شايفينه. خلاص يبقى دايما نخلي بالنا في حاجه، التيرنينج ماشين فيه عندها تو دايركشن الفي، لا بارل لا نورمال، لا انكلايند على فكره، يعني في كمان ميل بس دي بعيده شويه. اوكي طيب عشان نفهم اللي انا بقوله ده نيجي كده بسرعه هوريكم حاجه، سيبنا من ده كله. دي طريقه تثبيت التول، دي الحاجات اللي كنت بقول عليها واضيف عليهم شويه حاجات اللي انا قلتها اللي هي الكاتنج موفمنت والتول ماتيريال. طيب نكمل، ده بيوريني برينسيبال كاتنج ايه، يو دي الكاتنج موفمنت بتاعتنا او الفاريبلز بتاعتنا العاديه لو كاني بعمل حاجه اسمها لونجيتودنال تيرنينج او اكسترنال تيرنينج اللي هو بميمايز الدايمتر مثلا، خلاص بحصل على دايمتر تاني. فده الدبس اوف كات، ده الفيد اللي انا قلت عليه من شويه، افتكر انك واقف عند البوابه وعايز توصل للورك شوب ولازق في الحيطه بتاعت الورشه. خلاص اول ده المسافه اللي انا عايز اتحركها، والفيد ده قلنا هيبقى مليمتر بير مينت او مليمتر بير ريفوليوشن، والورك بيس هي اللي واخده السبيد. طب الثانيه عامله ازاي بقى؟ هجيب لك انا الثانيه اهي، في عندي ورك بيس زي كده، في حاجه اسمها اندر كات، في حاجه اللي احنا قلناها رسمناها ليه الفيسنج، في عندي حاجه اسمها بارتنج اوف. كانت عندي ورك بيس طويله، خلصت الورك بيس قطعت عملت الحاجات اللي انا عايزاها الاوبريشن، واي نيد ان انا جيت البارت بتاعي اوت، فبجيت هنا تول الدبس اوف كات بتاعي هو ده ماشي، والفيد بتاعتي ماشيه كده لغايه لما توصل للسنتر لاين. يعني لو جيت ارسم هنا الفيد اهو، افضل ماشيه بالطول بتاعي لغايه لما اوصل للسنتر لاين عشان افصل الاثنين من بعض، فدي اسمها عمليه بارتنج اوف. اوكي دي الفيد بتاعها بيبقى نورمال على الايه، على السنتر لاين، زيها زي دي، زيها زي الفيسنج اللي انا وريتها في الاول. العمليات الثانيه دي كلها دي لونجيتودنال تيرنينج، الطول بتاعي بيتحرك كده فيد بتاعته بارل. خلاص طيب عشان اخر حاجه بس نختم بيها الاوبريشن، بعض الاوبريشن اللي بتتم مع التيرنينج ماشين، بارتنج اوف، لونجيتودنال تيرنينج، بعمل شامفرنج، بعمل اندر كات، بعمل ثريد انترنال او اكسترنال، طبعا كل اللي انا جايبها ده انترنال، في حاجات تانية انترنال، بعمل شامفرنج، دي بعض الاوبريشن اللي عندنا اهي، بعمل دريلنج هتشوفوا بعد كده بنثبت التول فين، بعمل حاجه اسمها بولينج، كل دي اوبريشن بتتم عندنا، بعمل انترنال ثريد. فالعمليات بتتم على التيرنينج ماشين كتير، اهم حاجه تهمنا الاوبريشن دي والفيت اتجاهه فين والكاتنج سبيد فين والبتاع ده والدبس اوف كات فين. تمام انا مش هكتر معاكم اكتر من كده اوكي، عشان عارفه ان عندكم حاجه بعد دي. تمام كده ساكتين ليه؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب ده طبعا انا هحاول ارفعه، يا ريت نحاول ايه يعني نراجع الحاجات دي بالراحه، لان احنا غالبا يعني الاسبوع ان شاء الله الجاي اللي بعديها هنخش في العمليات دي، ومحتاجين نعرف ايه الكاتنج موفمنت، ايه الفيد، الدبس اوف كات، وبالراحه كده تاني هناخدهم، وتاكيد هيتعادوا تاني لما الدكتور منصور يديها او كده او لما تاخدوها في الورك شوب. اهم حاجه اعرفوه من الناس بس اللي كانت فاهمه ان السرعه مش عارفه لما بتزيد على السطح، لا احنا في عندنا اوبشن معين كده، انك انت مثلا لو انت بتستقرب الحاجه يعني مديك حاجه عايز تشيل منها ديامتر كبير، فاول مثلا مشوار تعمله او حاجه ممكن تاخد دبس كبير، لكن ما تاخدش سبيد كبير اوكي، وتاخد فيت كبير، لكن ما تاخدش في اخر حاجه خالص وانت بتنعم السيرفيس عمليه الفينشنج بتاعت المشوار الاخراني اللي بتعمله على الورك بيس، يبقى السرعه سريعه والفيد والدبس اوف كات اقل ما يمكن. خلاص دي كده حاجه يعني الفاريبلز بتاعت الكاتنج دي في عمليه، وانا بستقرب وانا بقرب بس في الاول الدايمنشن اللي انا عايزاه ممكن اخد فيت كبير والدبس اوف كات كبير، لكن في اخر حاجه خالص وانا بوصل للفينشنج اللي انا عايزاه اخلي الدبس قليل والفيت قليل والكاتنج سبيد هي اللي كبير. تمام طبعا بما يتماشى مع التول والايه والورك بيس. اوكي شكرا، ومعادنا ان شاء الله التيم ليدر الساعه 4 باذن الله، على 4 ونص هنكون مخلصين، انا هسكدول الميتنج دلوقتي. اوكي ماشي محمد يا خالد، الناس بتوعك جاهزين؟ تمام تمام شكرا شكرا يا جماعه. احنا المفروض ان في كويز على فكره، قلنا فورمينج وولدنج تخرجت بسرعه بس مش هيبقى غالبا الاسبوع الجاي، هيبقى الاسبوع اللي بعده. تمام ماشي اللي بعده اه